بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج كورتنا على قناة السودان 24، الآن إحدى قنوات السعودية 24. أتمنى أن نقضي وقتا ممتعا في حلقة اليوم. معي داخل الاستديو محلل البرنامج الكابتن مدسر فتح الرحمن. مرحبا بك كابتن مدسر. مرحبا بك أخ طارق، ومرحبا بالسادة المشاهدين عبر برنامج كورتنا. ايضا الترحيب يمتد بمحلل البرنامج الكابتن عاطف بركية. مرحبا بك كابتن عاطف. اهلا وسهلا استاذ طارق، وبيك والساده المشاهدين جميعا، وزميل كابتن مدسر. اذا مشاهدي الكرام مرحبا بكم، ينطلق قطار هذه الحلقه بابرز العناوين. اذا مرحبا بكم مشاهدي الكرام، بعد ان استمعنا الى ابرز العناوين مباشره الى المحاور، ونبدا بالمنتخب الوطني. عادت بالامس كابتن مدسر بعثه المنتخب الوطني الى مدينه يوندي، والمدينه التي تحتضن اللقاء الاخير لمنتخب السودان، منتخبنا الوطني أمام الفراعنة منتخب مصر الأربعاء القادم في مباراة مصيرية للفريقين. نعم بالتأكيد، المباراة طريق في اتجاه واحد، هو الثلاثة نقاط أول خروج. نتمنى أن المنتخب يقدم صورة أفضل من الصورة اللي قدمها أمام نيجيريا، ويكون جاهز بحيث أنه ثلاثة نقاط تصعدك للمرحلة الجاية، إذا ما تاني فهي قد تصعدك بأفضل الثوالث. أفضل الثوالث نعم. بالتأكيد، لأنه بتساوى في أربع نقاط مع المنتخب المصري. أي مباراة في اتجاه واحد، إن شاء الله كل العناصر يكونوا جاهزين لأنهم يقدموا أفضل ما عندهم أو يدخل للمرحلة الجاية. ما أشوف في فوارق كثيرة بعد مباراة المنتخب النيجيري من المنتخبات. نعم كاس ما في فوارق كبيرة، لكن كمستويات البطولة الأفريقية تقدم نسخة شاحبة جدا. نعم. وما في أفضلية كبيرة للمنتخب المصري كمستوى كاس. نعم. ما في أفضلية كبيرة جدا، لكن كمستوى ما في أفضلية كبيرة للمنتخب المصري. طيب كابتن مدسر، المنتخب يشهد يعني عودته ليوندي، ويوندي اللي قام فيها المعسكر برضو ده دافع معنوي كبير للمنتخب، لأنه مدينة تعود عليها وجلسنا فيها ممكن قبل البطولة زمن طويل. نعم والله، من الصعب جدا يا طارق أنه تعتمد على أنه مثلا فترة المعسكر كان في ياوندي أو الأجمع مختلفة من في ياوندي. من الصعب جدا أنه تعزل لعيبة المنتخب الوطني من الأوضاع الحاصلة في السودان. نعم. بكل أمان، الجانب المعنوي حيكون مؤثر جدا على لاعبين المنتخب الوطني، ممكن يكون سبب في انه يكون تكون اسوء مباراه في الجوله. والاحداث اللي حاصله في السودان، الاحداث السياسيه حتاثر على معنويات اللاعبين. بكل تاكيد. نعم. جزء من المجتمع داهم، جزء من الشباب الموجودين في الشارع الحاصل يعني ماشي ساهر، واي مواطن سوداني بتاثر. ونسال الرحمه والمغفره للشهداء وعاجل شفاء للجرحى. نعم، الرحمه والمغفره للشهداء وخالص التعازي لاسرهم، وخالص يعني نتمنى الشفاء العاجل للمصابين. طيب نرجع للمنتخب وعودة محمد عبد الرحمن في نفس الوقت فقد صلاح نمر للإصابة. نعم بكل تأكيد، بالنسبة لعودة محمد عبد الرحمن فنياً هي إضافة كبيرة جداً للمنتخب الوطني. شاهدنا في المباراة الفاتت، يعني شاهدنا في الفرصة اللي توفرت للمهاجمين، الفوارق الكبيرة دائماً بنتكلم عنها بين محمد عبد الرحمن وسيف دير وباقي المهاجمين. في فوارق كبيرة جداً ومن الصعب تعويضه. فمحمد عبد الرحمن في الجانب الهجومي إضافة كبيرة جداً للمنتخب الوطني. في الجانب الدفاعي المشكلة الأساسية حتكون في إنه جاهزية صلاح نمر، جاهزية البديل. نعم. إحنا لعبنا مباراتين حتى لو كانت فيهم أخطاء دفاعية واجهنا فيهم أسماء ثقيلة جدا، نسبة الجاهزية لصلاح نمر كانت عالية جدا، لكن الرغبة في إنك تقدم الأفضل ممكن، الاحتياط يقدم مباراة كويسة ويقدم أداء كويس. طيب البديل من ترى من وجهة نظرك ومتابعتك للمنتخب؟ حسب المباريات الودية ممكن في كسرى، في صادق الجري، في أمجد إسماعيل، كثير من المدافعين اللي بيلعبوا في قلب الدفاع. نعم، حسب الثلاثة مباريات الودية أكثر مدافع شارك هو محمد كسرى. نعم. هو الخيار المنطقي، لكن تعودنا يعني إنه ممكن في التمرين الختامي حاجات تكررت في الكرة السودانية كثير جدا، انه يسهر لاعب ما كان متوقع ويقدم اداء كبير جدا في التمرين الختامي ونشوفه اساسي، لانه مازال عندنا ما مرتبطة باحصائيات، ما مرتبطة بدقائق مشاركة، مرتبطة باخر تمرينين انت بتقدم فيه شنو. فعادي جدا ممكن اي واحد من المدافعين يكون موجود في 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 مكان صلاح نمر، وما في خوف على الفريق في مسألة غياب صلاح نمر أو غياب محمد عبد الرحمن. أنا قلت المشكلة الأساسية من البداية مشكلة المنظومة. إحنا في البطولة دفاعيا وهجوميا تحسننا كثير جدا كمنظومة مع بعض. نعم. وظاهر جدا للجميع، فغياب الأسماء ما حيكون في فريق كبير.
يعني اللعب الجماعي هو المؤثر الان في المنتخب، فبذلك يعني اي عنصر دخل ممكن يدي ما يديه العنصر الاخر. نعم، الفوارق بسيطه جدا اساسا، يعني في جانب الهجوم مثلا اذا كان محمد عبد الرحمن غايب، شفنا محمد عبد الرحمن غايب، لكن المنتخب قدر يسجل، قدر يشكل خطوره ضد منتخب زي المنتخب النيجيري ده. نعم. بسبب ارتفاع الريتم نفسه. نعم. ما بسبب انه مثلا في لعيبه معوضين لمحمد عبد الرحمن، لو مسكناهم اسم باسم هم ما معوضين لمحمد عبد الرحمن. نعم. طيب جميل كابتن عاطف، البعثة رجعت ليوندي ووجدت اهتمام كبير، اهتمام إعلامي، يمكن كثير من وسائل الإعلام اهتمت بالمنتخب السوداني، وده ناتج لأنه الناس ما كانت تتوقع السودان يظهر بالمستوى اللي ظهر به في مباراة غينيا بيساو ونيجيريا. طبعا الناس في ذهنها المصهر بتاعنا اللي كان في البطولة العربية في الدوحة، عودة واهتمام كبير، والآن الاستعدادات على أشدها لمباراة مصر، المباراة اللي تعتبر ختام المباريات في الجولة في المرحلة الأولى، وخاصة وضع المنتخبين المصري والسوداني ووضع المجموعة وأثره على مباراة السودان ومصر. بدون شك طبعا المظهر اللي ظهر به المنتخب في البطولة دي وفي مباراتين الولايات أمام غينيا بيساو أمام نيجيريا أفضل بكثير من المظهر اللي كان في بطولة طبعا العرب وبطولة أو في تصفيات كأس العالم. نعم. اللي كانت تقريبا يعني يمكن احنا لعبنا في تصفيات كاس العالم 6 مباريات، في كاس العرب لعبنا 3 مباريات، 9 مباريات ما كسبنا فيها اي مباراه، يمكن كل مجموعه الاهداف اللي سجلناها كانت حوالي 3 أو 4 أهداف تقريبا في 9 مباريات، بالاضافه للمبارتين اللي لعبناهم ديل برضو لحد الان ما كسبنا برضو اي مباراه، كلها ما بين خسائر وتعادلات، طبعا اغلب المباريات كانت عباره عن خسائر. ضيق الزمن اللي هو بين المبارتين بيفصل بين مباراتنا مع نيجيريا ومباراتنا مع مصر، وزياده على الارهاق اللي حينتج من المبارتين والسفر الى ياوندي. انا ما بعرف كيف المسافه بين ياوندي وبين غاروا، بس اعتقد انه الاجواء تقريبا يمكن متقاربه في المدن دي، لانها كلها على ما اعتقد هي مدن ساحليه، يمكن كلها. نعم. الاجواء فيها متقاربه جدا، درجه الحراره مرتفعه فوق 30 درجه مئويه، نسبه الرطوبه اعلى من 70-80%، نسبه الرطوبه عاليه جدا، يمكن لعيبتنا يمكن يكونوا متعودين على الاجواء دي في السودان وفي الدوري السوداني، بعكس لعيبة المنتخبات الثانية اللي معنا في المجموعة اللي أغلبهم أو تقريبا كلهم تقريبا يمكن محترفين في بلدان. دعم مهم برضه. أيوة دعم مهم جدا طبعا أكيد، ورغم كده يمكن إحنا شوفنا في المبارتين اللي فاتت منتخبنا في الشوط الثاني بقيل مخزون اللياقي وما بيأدي بالشكل المطلوب. اللعيبة طبعا لعيبة شباب، لعيبة عندهم حماس وعندهم قوة وعندهم شجاعة، بس إحنا منتخبنا بتنقص بعض النواحي التكتيكية. يعني يمكن لسه نحن تكلمنا في حلقه سابقه عن ضيق الزمن اللي اخذه مدرب برهان ثيه مع المنتخب في الاعداد، كان حوالي 27-28 يوم. نعم. يمكن ما كانت كافيه انه اللاعبين يستوعبوا الخطط التكتيكيه، خاصه انه اللاعبين ما مروا بتجربه قبل هذه التجربه. بالضبط كده، اول تجربه دوليه بالنسبه لهم، اول مره في اكثر من 6-7 لاعبين يمكن اول مره يلعبوا في ضمن صفوف المنتخب ويخرجوا ويلعبوا في بطوله كبيره زي هي اكبر بطوله في افريقيا. نعم. بطوله امم افريقيا مع منتخبات كبيره، يعني اصبح عندها اسمها العالمي ولاعبين دوليين وبيلعبوا في انديه اوروبيه كبيره، فكانت التجربه يمكن ثقيله عليهم شويه. مباراتنا القادمه مع منتخب مصر طبعا هي مباراه الخيار الواحد لا بديل للفوز، رغم صعوبه المهمه، بس اتمنى انه شبابنا يقدموا اللي عليهم في أرض الملعب ويتجاوزوا الأخطاء اللي ارتكبت في مبارتين السابقتين، خصوصا الأخطاء الدفاعية زي ما تكلم كابتن مدسر عن المنظومة الدفاعية، يمكن تحسنت شوية مع برهان، مش شوية، تحسنت بشكل كبير جدا. يعني شفنا احنا في تكتيك دفاعي معين بيطبقوا لعبات منتخبنا بقيادة كرشوم هو العلامة البارزة في خط الدفاع. نعم، هو أفضل اللاعبين. نعم، حتى في الجولة الأولى اختير به منتخب الجولة. نعم، هو كرشوم انا في رايي كان في الجولتين اللي فاتوا هو افضل لاعب في المنتخب، هو قائد المنظومه الدفاعيه بشكل كويس. ممكن انت في الحلقه الماضيه ذكرت انه حتى ابو 20 لما اخذ الجائزه كان يتطرى انه ابو كرشوم. ايوه كرشوم وجاء استدلينا بكلامك ده لما جو اختاروه في القائمه بتاعت المنتخب الجوله. ايوه بالضبط كده، فكرشوم هو العلامه البارزه في المنتخب حتى الان، هو افضل لاعب في المنتخب في جميع اللاعبين اللي شاركوا حتى الان، بقيادته للمنظومه الدفاعيه، قيادته للخط الدفاع، يمكن الخطا اللي ارتكبه صلاح نمر في المباراه السابقه في الهدف الثاني لمنتخب نيجيريا، انه يمكن شذ شويه عن اللعب اللي كان منظم
وكسر الاوفسايد وتسبب في الهدف الثاني للمنتخب النيجيري. البديل يمكن صلاح نمر يمكن تاثيره حيكون مؤثر، بس نحن شفنا البديل في المباراه اللي فاتت بعد خروج صلاح نمر كان نزل اللاعب محمد كسرة. نعم وادى اداء كويس يعني. الدقائق اللي لعبها امام نيجيريا كانت كويسه، يمكن بعد هو دخول يمكن هو دخل اعتقد النتيجه 3-0. نعم 3-0 ايوه، فادى اداء كويس وكانه منسجم يعني مع المجموعه وبيلعب معهم لفتره طويله. يمكن هو لعب في المباراه الوديه اللي اتلعبت في ياوند قبل البطوله، لعب في المباراه الاولى ممكن كان بديل والمباراه الثانيه كان الاساسي. ايوه ايوه، فاعتقد انه هو المدرب حيعتمد عليه ومكان صلاح نمر. عوده محمد عبد الرحمن برضه هتكون مهمه جدا، احنا افتقدناه في المباراه اللي فاتت قدام نيجيريا. نعم كان حيكون عنصر جدا مؤثر، خصوصا انه في مباراه نيجيريا كان في مساحات ما كانت متاحه في مباراه غينيا بيساو. لعبتنا لقوا فرص كثيره للتسجيل في الشوط الاول، ياسين حامد في الشوط الثاني، جازولي نوح، فلو كان محمد عبد الرحمن موجود في في في, في كان حيستغل المساحات دي وكان ممكن يشكل خطوره كبيره جدا. واللفته بارعه كان جدا من محمد عبد الرحمن، انه كان جاءت الاخبار انه كان مصر انه يلعب مباراه نيجيريا رغم اصابته. هو يتحامل على نفسه في المباراه الاولى، هو مصاب وكمل المباراه. نعم في المباراه الثانيه برضه كان مصر انه يشارك، لكن منعه الجهاز الفني وقال له انه طبيب الفريق دي الروح اللي احنا لعبنا فيها. ايوه فدي الروح في واضحه، هي الروح طبعا في 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 المجموعه واضحه من خلال المباراتين اللي قدمهم اللاعبين. نتمنى ان يتواصل في مباراه منتخب مصر رغم صعوبه المهمه زي ما قلت، إلا أنها مش مستحيلة، خصوصاً المنتخب المصري ما ظهر بالمظهر المطلوب في مبارتين الأولى والثانية. يعني ما أعتقد أنه في صعوبة أن نحن نقدر نصل لمرمى المنتخب المصري ونسجل، وممكن نحدث مفاجأة ونتأهل إن شاء الله. إن شاء الله كابتن مدسر، لو رجعنا لمباراة المنتخب مع نيجيريا، مباراة الأولى أمام غينيا بيساو ومباراة المنتخب المصري في مع نيجيريا مع غينيا بيساو، نتكلم عن منتخبنا، نقاط الضوء القوة ونقاط الضعف، نقاط القوة اللي حنستفيد منها في مباراة مصر ونقاط الضعف اللي يجب انها تسد حتى انه نطلع من مباراة مصر بنتيجة ايجابية. نعم نقاط القوة في المنتخب الوطني التقارب الخطوط اللي ما كان موجود في تصفيات كأس العالم وفي البطولة العربية. في تقارب كبير جدا في الخطوط بين قلوب الدفاع، بين المحاور اللي هم محمد الرشيد ووالي الدين، صانع الألعاب مباشرة عبد الرؤوف، مجرد ما يستلم محمد الرشيد أو والد الدين بتلقى عبد الرؤوف نزل استلم منه. في ما في المساحات الكبيرة بين الخطوط، فدائما قريبين من بعض، دائما بندافع بنظام الكتلة. المسألة دي مسألة صعبة بالمناسبة، ما كل اللاعبين بيقدروا يدافعوا، لأنها أي خطأ في أنت تدافع كمجموعة، أي خطأ في التمركز في اللعب على الأوفسايد ممكن يسبب في نتائج عكسية. شفنا في لقطة الهدف الثانية صلاح نمر بحركة منه ضيع كل مجهود الخط الدفاعي، كان يعني كان تماما مازن محمدين كرشوم اللي هو قائد خط الدفاع وفادني الفادني كانوا على خط واحد في الضربة السابقة، مجرد ما يتأخر صلاح نمر ضيع الهدف مباشرة، ضيع مجهود رباعي الدفاع. فالدفاع ككتلة واحدة من مشاكله انه انت المجموعة بتكون كلها متقاربة من بعض، كل خط بيكون عنده غايه، ظاهر جدا في 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 المنتخب الوطني انه كرشوم هو غايه خط الدفاع، ظاهر جدا انه محمد الرشيد هو الليدر في خط الوسط، ظاهر جدا الفوارق بين محمد عبد الرحمن وباقي المهاجمين بما فيهم ياسين حامد. وجودهم محمد عبد الرحمن، فوجود محمد عبد الرحمن وجود محمد الرشيد في النص، لكن انا لا زلت اعتقد انه في وسط الميدان محمد الرشيد وبوبا اداؤهم متشابه جدا. تقريبا هم الاثنين اقرب لمركز 8 من مركز 6، فكان ممكن يكون مثلا محمد الرشيد وضياء الدين او والد الدين وضياء الدين، يعني وجود ضياء الدين كان بيكون اكثر قيمه من مع اي واحد ثاني منهم. دائما في مساحه بين قلب الدفاع او دائما في حركه لعيبه الوسط الهجومي بتكون مؤثره جدا ضد منتخبنا، لانه لعيبتنا في المركز ده مركز الافتكاك ده شويه ضعيفين في الافتكاك، ما بقوة ضياء الدين، ما بقوة مثلا على الدين يوسف في فترة من الفترات، هم يستاهلوا منهم يستلموا الكورة يبنوا يزيدوا، ما بقوة أبو عاقلة مثلا. فعموما هي خيارات. جمعة قلق، جمعة قلق، أنا أعتقد أنه اللعب في مركز الجناح الأيمن حد من قيمته كثير جدا، يعني ما خلاه يسهر بالقيمة المفروض يسهر بها،
ما خانته الأساسية، كان ممكن يلعب أي جناح في الخانة دي، أو تلعب بالأربعة أربعة اثنين صريحة باثنين صناع لعب مثلا مباشرة، بدل ما تلعب باثنين اثنين أجنحة، واحد منهم أصلا هو ما جناح، هو محور دفاعي وبيلعب حط الظهير، فاتظلم جدا بأنه يكون موجود في الخانة دي. لكن طيب كابتن مدثر، ممكن في المباراة الأولى أبو 20 أخذ جائزة نجومية المباراة، لكن في المباراة الثانية ممكن أبو 20 في أخطاء حتى في الأهداف اللي دخلت في مرمى. دائما الأخطاء موجودة في كل حراسنا، أبو 20 ما استثنى، من ما بدينا نشجع كرة، من أحمد النور الرشيد فيصل وعبد العظيم الدش، أحمد النور عبد العظيم الدش وغيره، الله يرحمه عبد العظيم الدش، ربنا يرحمه عبد العظيم الدش. عموما الأخطاء أخطائنا، من مما بدينا نشجع كرة، الكرة المعكوسة، التمركز في الأوفسايد، خيارات التدخل، دائما بيقول لك مثلا انك انت لو ما ثابت متاكد تماما كمدافع انه تبعد الكوره ما تتدخل، دي نموذج في الهدف الثالث، حركه صلاح نمر وهو ما متاكد انه بيلعب الكوره، خلته يكسر الاوفسايد، خلته انه يجيب الكوره بصوره مفاجئه لابو 20 لدرجه انه كانت بارده جدا لكن ما قدر يتعامل معها لانه مفاجئه. فدي التفاصيل، تفاصيل يعني حق التكوين ما بتقدر تغيرها، ما تتوقع مثلا انه لو لعب محمد مصطفى الكوره الجايه وجاته كوره الكوره الجايه لعبوا 20، في جزء كبير من الاخطاء كل الاخطاء مشتركة. الكربون متكرره في تاريخنا نحن بسبب مشاكل التكوين، ودي ما حتتحل قريب الا باكاديميات. حاليا نقدر يعني الحال الموجود انه الفريق دائما يكون متهيئ نفسيا كويس، راجع الاخطاء، لعب على الاخطاء على اساس انه يقللها، يوصل للحد الادنى منها، نطور الجوانب الهجومية بالتكرار، ده المتاح، ما يعني ما تقدر تغير مثلا انه بالتدريب انه ابو 20 يتحول لحارس يقدر يطلع في الكرات العكسية ويستلم مباشرة، او المدافعين يلعبوا على مصيدة التسلل 90 دقيقة وواحد صحيح. منهم ما يكسر مصيدة التسلل، الحاجة دي ما بتحدث. في شروط دائما دائما بيحصل للاعبين شروط ذهني بعد. نعم طبيعي جدا، طبيعي جدا، انت يعني معظم لاعبيننا بدوا كرة القدم في سن، في لعيبه بيلعبوا الكرة بالإحساس، اللي تكونوا صح في أكاديميات بيلعبوا الكرة بالإحساس، يعني اللاعب بيلعب للجناح اليسار وفي اللحظة المناسبة في الوقت المناسب المفروض يكون الجناح موجود في المكان ده، و99% بيكون الجناح موجود بيستلم من دون ما يشوف. دينا اللعيبه نشوفه في أكاديميات حافظين طرق التحرك الموضعي، كيف يلعب الكرة على الوقت المناسب، الحياه دي فما بتجي حاليا. حاليا نوصل للحد الأدنى من الأخطاء بقدر الإمكان، نحاول نلعب كمجموعة، نجتهد في إننا نلعب كمجموعة، إن شاء الله الفترة الجاية الأمور تتحسن إن شاء الله. بالنسبة لحراسة المرمى سواء أبو 20 أو محمد المصطفى، أنا متأكد كلهم يجتهدوا في إنهم يقدموا أفضل ما عندهم إن شاء الله. لكن بالإمكانات. طيب كابتن مدثر، لو سألناك أنت مدثر خايف من شنو في المنتخب المصري؟ خايف من المنتخب المصري في ثقافته كلاعبين كورة، نحن 90% من مبارياتنا مع المصريين بنتغلب فيها بأنهم هم كورنجية زي ما بيقولوا، بيعرفوا يتعاملوا مع تفاصيل المباريات، بيعرفوا 200 يلعبوا سريع، 200 يلعبوا بطيء، 200 يخففوا الرتم، 200 يدافعوا، 200 يهاجموا، 200 بالضبط اللاعب يخد جسمه عشان يحصل ضربة جزاء أو يحصل فاول أو تاخذ كرت، دي الحياة المخيفة في المنتخب المصري. يعني عموما تاريخيا ده بخلاف الخبرات الموجوده، انت تتكلم عن لاعب زي محمد صلاح نعم الافضل في العالم حاليا، انا احمد حجاز ايضا قيمه فنيه كبيره، احمد حجاز قيمه فنيه كبيره، الشناوي في حراسه المرمى نعم فنيه كبيره، فاللعيبه موجودين، الفوارق موجوده بكل تاكيد، لكن الفوارق دي بالتهيئه الكويسه، بالاجتهاد، بالحماس، تقدر توصل للحد الادنى منها. نعم جميل. كابتن عاطف، تقييم لاداء المنتخب ونصائح للمنتخب انت شفتها في المباراتين الاولى لمباراه مصر. عموما بشكل عام طبعا زي ما ذكرت انا انه التقييم العام للمنتخب ظهر بشكل جيد، يعني يمكن افضل، تعالي نفصل ان شاء الله افضل مباراه مصر، اي افضل من الشيء اللي احنا كنا متوقعين انه حاطينه للمنتخب انه يظهر به في النهائيات دي. انا عن نفسي انا قبل البطوله
يمكن في حلقه معك ولا مع مصعب كنت جدا متشائم انه المنتخب ما بس مدسر او ممكن اكثر زول كان متفائل عندنا مدسر كان بيقول انه مهما كان انا متفائل انه المنتخب حيصل للمستوى الجريء صح مدسر كم حلقه ذكرتها انا ذكرت انه المشكله الاساسيه كانت ما مشكله لعيبه المنتخب نفسه تم ابعادهم اللعيبه تم ابعادهم لو وعادهم للمنتخب لعبوا البطوله الافريقيه حيصل للمستوى يمكن يقدم مستوى احسن بحكم الخبرات الموجوده مع مشكلتنا الاساسيه كان مشكله جهاز فني ما قاعد يتعامل بالامور مع الامور بالشكل المطلوب مشكله حقت قرارات اداريه مشاكل اداريه كثيره جدا عايشناها في قطر مشكله حقت التهيئه للمباريات المنتخب ما مشوا معاه وناسي هيوه اعداد نفسي هيوه المنتخب فعلا ما كان معد لبطوله قطر بالشكل المناسب احنا يمكن في كذا حلقه تكلمنا مع الكابتن خالد بخيت كان يقول انه البطوله تصفيات كاس العالم هي اعداد لبطوله كاس العرب ولما مشينا كاس العرب اكتشفنا برضو انه هي اعداد لبطوله كاس امم افريقيا وحتى الاعداد للاسف يعني واضح جدا انه الاعداد ما كان مهيئ او كان ما كان معد له بالصوره المطلوبه من الجهاز الفني للمنتخب او الجهاز الاداري عموما الشكل المظهر في المباراتين الاولى والثانيه امام غينيا بيساو امام نيجيريا الوضع جيد جيد على حد بعيد يعني ما وصل الى درجه جيد جدا بس هو باعتبار انه جيد يعني على امل انه يكون في تطور في المباريات القادمه يمكن مباراه مصر انا في اعتقادي حتكون يمكن اصعب مباراه نحن غالبا زي ما قال كابتن منتصر احنا مع منتخب مصر دائما منتخب مصر كعبه اعلى علينا لاسباب كثيره جدا طبعا الخبره اللي بيمتلكوها حتى مصر يا كابتن منتصر لو كانت فازت مثلا في مع نيجيريا وتعادلت وضامنت الصعود كان ممكن تجينا بوضع غير كيف لكن الان هي لازم تفوز والله في كل الاحوال ثقافه المنتخب المصري والفرق المصريه انهم يكسبوا في كل مبارياتهم سواء كانوا ضامنين ولا ما كانوا ضامنين برضو كان حيجونا بنفس الشكل بنفس الطريقه على اساس انهم يكسبوا المباراه لو حتى لو كان عندهم 6 نقاط فثقافه المنتخب المصري احترافيه عند اللاعبين المصريين حتى اللاعبين اللي بيلعبوا في الدوري المصري ثقافتهم العاليه في كره القدم زي ما شرح كابتن مدسر فدي بترجح كفه مصر بشكل كبير جدا علينا نحن لعيبتنا يا دوب طبعا عارفين انه يعني اول تجربه لهم اغلبهم شباب صغار اول مره يخوضوا بنبني في المنتخب كبيره بنبني في منتخب جديد والكلام ده برضه بكرر فيه برضه كابتن برهانتيه في مؤتمرات الصحفيه انه احنا منتخب جديد في متوسط اعمار 22 سنه فيبنى للمستقبل فاتوقع ان شاء الله انه في قادم البطولات في قادم المنافسات حيكون المنتخب عود قوي وممكن نقدم مستويات افضل من كده ان شاء الله. طيب نصائح عن او حاجات شفتها في المنتخب المصري وممكن المنتخب يستفيد منها في مباراته امام مصر. المنتخب المصري عنده طبعا عنده بعض المشاكل في 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 في, في من الناحيه الدفاعيه بس احنا في المقابل برضه احنا برضه عندنا مشاكل برضه كبيره في التكتيك الهجومي بتاعنا اللي هو في مساله البناء الهجومي التدرج في البناء الهجومي من الدفاع للهجوم عندنا ضعيف شويه يمكن احنا بنفتقد لاعيبه الوسط اللي بيعرفوا ينقلوا الهجمه من الدفاع للهجوم ما عندنا اللاعب الارتداد السريع حتى ما نحن بطيئين في الارتداد ايوه بطيئين جدا في التحول الهجومي وبطيئين برضه كمان في التحول الدفاعي في الرجوع للدفاع يمكن احنا اغلب اللعيبه الوسط عندنا هم لعيبه بيميلوا للجانب الدفاعي اكثر فنحن عندنا مشكله برضه في التحول الهجومي او في البناء الهجمه نفسها والتدرج فيها وختام الهجمه برضه عندنا مشكله برضه كبيره محمد عبد الرحمن يمكن هو اللاعب الوحيد اللي يرجى منه انه يكون لو في اهداف يسجلها هو ياسين حامد يمكن مش بالمستوى المستوى العالي المطلوب اللي ممكن يساعد احنا زي ما قلنا قبل كده افتقدنا لسيف تيري في البطوله دي حقيقي وجود التفاهم الكبير اللي كان بينه وبين محمد عبد الرحمن حتى مستوى وجود تيري بيأثر حتى في مستوى محمد عبد الرحمن بشكل كبير فعلا هو بينه في تفاهم كبير جدا واضح جدا في مباريات تصفيات كاس امم افريقيا وحتى في المباراتين اللي لعبهم سيف تيري في تصفيات كاس العالم قدام غينيا بيساو قدام غينيا الاستوائيه برضه ايوه ظهر المنتخب سجل في مبارتين ديل 3 اهداف وكانت يمكن اول اهداف سجلها المنتخب في التصفيات بالاضافه للهدفين اللي سجلهم محمد عبد الرحمن في الخرطوم فشوفنا كان في تحسن في المبارتين ديل حتى في مباراه المغرب اللي اصيبوا فيها برضه وصل للمرمى كذا مره سيف تيري ومحمد عبد الرحمن ضيعوا كذا فرصه للتسجيل عموما الحين انا زي ما قلت في بدايه حديث انه في عندنا مشكله في التكتيك في مشكله تكتيكيه ظاهره في المنتخب سواء كانت في النواحي الدفاعيه وفي النواحي الهجوميه ودي مع مرور الزمن ومع التجارب مع الاستقرار الجهاز الفني
برضو استمرار الكابتن برهان تيه ومحسن سيد حيكون في تحسن في 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 مقبل المباريات ورجوع اللاعبين المصابين اللي ما شاركوا في البطوله دي. وزي ما قلت برضو لو قدرنا برضو نجيب اللاعبين المحترفين اللي الاتحاد السابق ما قدر انه يتواصل معهم بشكل جيد وما كان جادي وما كان عنده استراتيجيه انه يجلب المحترفين ديل في يوم من الايام. فعوده اللاعبين ديل حتى يكتمل شكل المنتخب بعدين ممكن احنا المقبل الايام ممكن نحكم عليه بشكل افضل من كذا ان شاء الله. نتمنى ذلك، نتمنى انه المنتخب يصل بمستوى كبير، المعنويات كبيره، الدوافع كبيره لمنتخبنا، مباراه مصيريه امام منتخب مصر ايضا يهتم ويحتاج لنقاط المباراة، لذلك المباراة هتكون صعبة جدا علينا بهذه الدوافع بالنسبة لمنتخب مصر وبالنسبة لمنتخب المنتخب السوداني. نتحول لاتحاد كرة القدم السوداني، بالأمس واصل اجتماعاته ممكن ثلاثة أيام اجتماعات متواصلة للمجلس إدارة اتحاد كرة القدم السوداني برئاسة الأستاذ طه فكشيخ طه الرئيس المكلف، اتخذ عديد من القرارات أهمها قرر المجلس فتح نافذة التسجيلات باثنين إضافة اثنين لاعبين أجانب وثلاثة لاعبين وطنيين. قرار موفق جدا بكل تأكيد من الاتحاد العام، لكن أرى بوضوح اللي حصل في الانتقالات الفاتت لما تم فتح انتقالات استثنائية للهلال والمريخ وكان نتائج أربع لاعبين للفريقين ما قدموا أي إضافة. شو الناس ما قاعدوا ممكن شهرين في السودان. مسكوا خانة بس في الفريق وتسببوا في إنه يعني يكونوا حاجزين خانة. لو يتواجد فيها أنا أعتقد إنه الخارة كان موجود فيها لاعبين أجانب في المريخ ولاعبين أجانب في الهلال، لو يتواجد فيها عناصر محلية كان قدمت الإضافة للهلال. وزيادة مشاكل في الفيفا حتى. مشاكل وقضايا اللي قدام بكل تأكيد وإجراءات يعني، فهو قرار موفق جدا. نتمنى إنه إدارة الفريقين توفقوا في إنه يختاروا العناصر المناسبة سواء محلية أو أجنبية وحسب وجهة نظري احتياجات الفريقين ظاهرة جدا يعني ما محتاج أصلا نتكلم فيها. هو بالإضافة ليه ممكن السنة الفاتت كان اثنين أجانب فقط، المرة دي اثنين أجانب وثلاثة محليين، المحليين بالإعارات ما 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 ما, ما انتقال مباشر. قرار كويس جدا. نعم ثلاثة محليين تقدر تعالج مشاكلك وفق الإمكانيات المتاحة، يعني مثلا الأسماء الموجودة ما هي في النهاية الحاجات دي كلها مربوطة ببعض. أنا بعد بطولة الأمم الأفريقية لو أنا إداري في الهلال كنت بطلب مازن محمدين من توتي مباشرة إعارة الظهير الأيسر بعد ما خرج عبد اللطيف بوي بين. طيب الهلال فيه عبد اللطيف فيه فارس وفيه عمر المصري كأطراف الشمال. في فارس وفيه عمر المصري، أنا أعتقد إنه فغل المدرب السابق عمر المصري ما قدم الأعمال ما قدم الشيء المتوقع منه مثلا. في المريخ مثلا مباشرة أنا كان بطلب مثلا أحمد بيتر حارس أهلي مرو بالإعارة المريخ في حوجة لحارس مرمى في حوجة لحارس مرمى. الهلال ممكن طلب أو في 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 كلام بأنه اتفق مع أهلي شندي على يجيب مصطفى الفادني كطرف يمين. والله قرار موفق جدا مصطفى الفادني يعني الهلال محتاج لطرف يمين انت في وجهة نظرك؟ ما هو دار اوريك انا سلسله القرارات الغريبه كلها. نعم. مصطفى الفادني لاعب شباب الهلال ممكن قبل سنه ما شاء الله طلع من الكشف مشطوب خلاص انت بتفتش لي ظهير لانك عندك حاجه في الظهير اليمين وانت شاطب مؤيد عابدين قبل ست شهور. نعم ما تمينا 6 شهور ممكن 3 شهور او 4 شهور او 4 شهور. نعم قرارات كثيره كده حاليا ما قاعدين اظن موجود منتخب مش جزء المنتخب. نعم. فما تستبعد انه مثلا ما يلعب دين بعد 6 شهور في كليه المنتخب الوطني الانتقالات الجايه ترجع اداره الهلال والمريخ ينظر النظر كويس. في 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 كميه من القرارات الما مفهومه في الكره السودانيه الما معروف انه اصلا الاداريين قاعد ياخذوها ليه او بناء على شنو. لا وانا كنت اشوف انه ميد عابدين من العناصر الواعده جدا ما لعب دقائق كثيره لكن في كل المباريات كان له تاثير كبير ايجابي على الفريق ووفقا لعمره كان هو العنصر المنتظر انه يقدم الاضافه في السنين الجايه. تفاجات بقرار شطب في حين انه شويه اسماء ما قاعد تقدم للفريق اي اضافه حاليا موجوده في الكشف. انا ما دارس كرة اسماء يعني الوقت ما مناسب قدامنا بطوله افريقيه سواء الهلال او المريخ. لكن قرارات الشطب في الهلال والمريخ الشطب والتسجيلات دي اغرب قرارات في كره القدم ممكن تلاقي. طيب دل من العصر المحلي العصر الاجنبي بالهلال محتاج لمنو من المحترفين والمريخ محتاج لمنو او اي الخانات للمحترفين بالنسبه للهلال؟ الهلال محتاج ل حسب اعتقادي انا للاعب وسط مركز 6
مركز ستة يكون محور دفاعي محور دفاعي، أدوار واضحة حتى في وجود الشغيل وعاقلة، طبعا هو حيكون خارج الخدمة بسبب الإصابة، وعاقلة مصاب برباط صليب نعم. في صلاة عادل، في مجاهد فاروق عاد، في صلاة عادل، في مجاهد فاروق، وفي بوبا، في الشغيل، والدي بوبا. إذا افترضنا أنه نزار حامد ووالي الدين ومجاهد فاروق الثلاثة بيلعبوا مركز ثمانية، فأنت عندك حتى مركز ستة نصر الدين الشغيل، نصر الدين الشغيل وصلاح عادل فعل نعم. صلاح والي نصر الدين الشغيل مع التقدم في العمر مع الإصابات اللي تكررت معه كثير جدا الموسم والفات، مركز المحور ما مركز تحتاج فيه على لاعب واحد، وما يعتقد انه صلاح عادل، وما كل المباريات انت تتكلم عن مجموعه فيها الاهلي المصري فيها المريخ، في مباريات اصل الخانه دي في مباريات بتتطلب انه مثلا تلعب فيها باثنين محاور، اثنين محاور دفاعيين بالاضافه ثلاثه محاور يعني احيانا ثلاثه محاور، وبرضه الخانه دي اكتب مدسر نفس الامر في المريخ الخانه دي خاصه لان اللاعب المحور الدفاعي ده بيتعرض للانذارات والضغوط والاصابات الاصابات. الجانب الاخر المريخ نفس الشيء، في 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 تاج عقوف، في ضياء الدين، في محمد الرشيد، في طيفور، في محمد الرشيد، محمد الرشيد مركز 8، طيفور مركز 8، بالنسبه لمركز 6 ضياء الدين والتاج عقوب الاثنين، في عزام عادل تقريبا وجدي نعم وجدي اقرب برضه لمركز 8 بالمناسبه من انه يكون ارتكاز او مركز 6، فبخلاف انه اصلا ضياء الدين، يعني ضياء الدين انا دائما شفت انه واحد من افضل محاور مركز وافقك الراي، انا وافقك الراي. مشكلته الاساسيه، مشكلته الاساسيه انه خجول جدا، الاداء اللي بيقدمه اللي بيحضر مباريات المريخ، الاداء اللي بيقدمه ضياء الدين اداء خجول جدا بالنسبه للامكانات الموجوده عنده. انا ما اعرف اداره الشغل بتاع التدريب دي دايره الشغل شغل مدرب شغل مدرب يطلع نفسه خاصه طلع اللاعب عنده امكانات مهوله، عنده قدره كبيره جدا على التسديد، شفناه في مباراه النيجر مثلا صحيح، لكن خجول جدا في المقدم، يعني مقارنه بالقيمه اللي عنده خجول جدا في المقدم. طيب جميل ذلك كابتن عاطف، القرار في حد ذاته واضافه لاعبين محترفين واجانب والثلاثه لاعبين محليين بالاعاره هو طبعا قرار جيد جدا، في دعم كبير للناديين، بيدعم الناديين نعم. في البطوله الافريقيه طبعا القرار ده اتخذ بعد موافقه الاتحاد الدولي طبعا نعم. الدولي عنده فترات معينه حتى الاتحاد الافريقي لانه فاتح فتره بتاعت اضافات في الكشف الافريقي بالضبط، فجدا هلال المريخ عندهم فرصه كبيره انه اضافه اثنين لاعبين محترفين اجانب وثلاثه لاعبين محليين، اعتقد انه خمسه لاعبين حتفي بالاحتياجات او الخانات المفقوده في الفريقين اللي فيها نقص، فيها يعني احتياج في البطوله، خصوصا انه البطوله المجموعة اللي فيها هلال ومريخ مجموعة مش سهلة طبعا، أفضل فريقين على مستوى القارة في الفترة الأخيرة بالضبط كده، فهي فرصة ممتازة جدا جدا للفريقين أنهم بس أتمنى أنه الإضافة ما تكون عشوائية كالعادة زي ما احنا تعودنا، تكون هو في رؤية فنية وفي احتياج الفريقين القنات اللي فيها نقص في طيب الهلال وفي المريخ. كابتن عاطف، الهلال والمريخ سواء كان بالأجانب أو نبدأ بالمريخ، سواء كان أجانب أو محليين، الخانات المحتاجة للمريخ، المريخ عنده مشكلة في الأطراف، الأطراف الاثنين الطرفين اليمين محتاج لطرف يمين وطرف شمال وطرف شمال، ممكن هو الطرف اليمين جاب المحترف الكاميروني موجود الطرف نعم. الكاميروني يحتاج يمكن طرف شمال، يمكن بعد عودة بخيل خميس، يمكن هو برضو خميس هو بيميل للجهة اليمنى أكثر من يلعب طرف شمال، فالمريخ محتاج هذا الطرف شمال، محتاج برضو لصانع لعب ومحتاج لجناح. حراسة المرمى طبعا هي أهم ممكن خانة أنا في وجهة نظري بالنسبة للمريخ في الفترة الجاية بكل تأكيد، هو طبعا حراسة المرمى حاليا موجود النيل ووجود محمد المصطفى وكرم الهادي العاد برضو للمريخ مرة أخرى، ما أعتقد أن المريخ في وجود الثلاثة اللاعبين ذيل محتاج إضافة. طيب ممكن كابتن مدسر قبل استغرب بأنه مصطفى الفارني في يوم من الأيام كان في أجواء للهلال بنفس الغدر، مازي محمدين كان مازي في يوم كان في كشف المريخ، كان في المريخ برضه غادر، عشان كده يحمي نقول انه ما في رؤيه فنيه بتتم في الفريقين في ناحيه اضافه اللاعبين والتخلص منهم وشطبهم، فهي يمكن ما بعرف شنو المعايير اللي بتخضع عليها. خروج مازي من المريخ انا اعتقد انه كان اكثر منطقيه، مقبول شويه لانه كان جاته اصابه قويه في بدايه فترته مع المريخ، يعني مقبول
انه فتره اصابته المريخ وهو لاعب صغير في السن، المريخ يعني فريق دائما بينافس، فكان مطلوب منه يجيب لاعب جاهز ويبدا ينافس وجابه بخيت خميس من المريخ الفاشل. لكن مصطفى الفادني ما مصطفى الفادني ما كان هو كان ممكن حتى الهلال يعني حتى لو كانوا داري يعني يكون عنده يعني عدد دقائق في اللعب اكثر كان ممكن يمشي عاره ما تبيع بطاقته بكل تأكيد، ممكن تعيره لأي فريق من الأندية الممتاز ويرجع لك في يدي مباريات أكثر، وعلى الأقل يصقل موهبته ويطور من مستواه، ولما يرجع لك يكون لاعب جاهز يعني، يكون احتك ولعب في الدوري ولعب مباريات وجاء في المستوى يعني أنت محتاج له فيه. أكيد تشعر بأنه القرارات دي قرارات إدارية، الجهاز الفني مالي وهي دخل معظم هذه المشكلة. واحدة طبعا من صحيح. المشاكل الموجودة في أنديتنا وفي الاتحاد السابق أنه الإعارات كانت 3 خانات بس، من الصعب جدا انه تطلب من فريق يصعد 5 لاعبين من المراحل السنيه وتطلب منه انه مثلا خانات الاعاره تكون 3 خانات فقط. الهلال والمريخ عندهم عدد كبير جدا في مراحلهم السنيه لعيبه مميزين، فاذا قرر انه مثلا يعير لاعبين مثلا كان ممكن تكون الاعاره مفتوحه زي كل الدوريات او 10 لاعبين مثلا اعاره، حتى الانديه الثانيه كان استفادت بشكل كبير من لعيبه الهلال والمريخ المعارين في انه اكيد مستوى كان رفع مستوى الدوري نفسه يعني. الشيء الغريب انه يعني انت بتعير في 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 ماده بيقول لك انه اللاعب المعار ما يلعب ضد فريقه، دي برضه مشكله يعني، دي مشكله يعني مش موجوده الا في حاجه الا في السودان. والله هي في موجوده في انديه بتخط شرط، في انديه بتخط شرط لكن نظام لا من الاتحاد العام الاتحاد لا ما كاتحاد، في انديه بتخط شرط انه الانديه اللعيبه المعارين ما يلعب ضد من الانديه المشهوره بالحاجه دي ريال مدريد، دائما عندهم شرط انه اللاعب ما يشارك ضدهم بشكل كبير يعني فترات طويله. حاليا الظاهره دي اختفت او قلت بشكل كبير، وممكن برضه يخوض شرط انه ما يلعب في نادي معين مثلا ريال مدريد، يخوض شرط انه اللاعب ده ما ينتقل لبرشلونه مثلا زي ما حصل مع وزير في فتره من الفترات، ودي ماريا كان في شرط في عقوده انه ما يلعب لبرشلونه. فالفكره الاساسيه انه انت كاتحاد عام خلي فكره الاعارات في النادي. انا اعتقد انه خيار الاعارات لو ارتفع مثلا ل 10 لاعبين التنافس حيكون اكبر حتى باللعيبه المعارين من الهلال والمريخ، المستوى بتاع الدوري بيرتفع، المنتخب نفسه حيستفيد في انه مثلا لاعب زي مصطفى الفادني يطلع يمشي اهل شندي او يمشي اي فريق يلعب فتره اعاره يرجع للهلال، هو يكتسب خبرات رجع ينافس على مستوى عالي مثلا مع الهلال، بقى موجود في المنتخب الوطني كمازن محمدين مع المريخ يعني في اسم مثلا زي مؤيد عبد الدين برضه مثلا نقول نعم. مثلا على سبيل المثال حاليا بخيت خميس، انا اشوف انه بخيت خميس من الصعب جدا يرجع يلعب اساسي في المريخ بعد الاصابه اللي تعرض لها ابو عاد. خميس حطها بخيت خميس كابتن بدزل كافي كشوفات المريخ ورجع مشى مريخ الفاشل بعد شطبه وجا راجع باشكاليه كانت بتوقيعه عقدين مع هلال المريخ، هو راجع من اصابه قويه جدا الان راجع من اصابه في الاربطه ابو عاقله نفس الشيء، نتمنى لهم الشفاء العاجل وانهم يرجعوا ويقدموا الاضافه. لو كان في امكانيه انه مثلا من الان لبدايه البطوله الافريقيه لو دورينا شقاله تمت اعارتهم مثلا 6 شهور كان شاركوا مع فرق الضغوط عليها اقل من مشاركات مع مشاركات على مستوى عالي بعد ما يتم تاهيلهم ويرجعوا افضل. لكن في فكره الاعارات انت اصلا تفكر انه حتعير منه حتخليه في الكشف. نعم جميل. اقرب قرار ممكن يا كابتن عاطف انا تفاجات به انه المجلس وافق على تجميع انديه الدوري الممتاز في 4 بطولات بعد ما استوسمنا خير وقلنا خلاص رجع الدوري بنظامه المعروف الان، واغلب الاخبار بتقول انه بسبب الشركات الراعيه انه حيلعبوا الدوري الممتاز في 4 بطولات فقط. هو الغريبة فعلا التراجع عن قرار الاتحاد العام بعد ما اجتمع مع الأندية انه الدوري حيلعب بنظام الذهاب والإياب في مدنك في كل المدن اللي في كل فريق الأندية المشاركة، رجع في قرار وقرر انه منفردا يعني حتى ما رجع يمكن للأندية انه الدوري يلعب في 4 مدن محددة. طبعا في القرار لاقى اعتراض كبير من الأندية الدوري بقيادة الشوطر قضارف انه التقسيم ده حيكون ظالم لانه المدن المحدده دي فيها انديه مشاركه في الدوري، دي مشكله كمان، دي اشكاليه فيها انديه مشاركه في يعني الدوري مثلا زي بورسودان وعطبره. ايوه نعم بورسودان وعطبره فيها انديه مشاركه في الدوري، حتى جبل اولياء تعتبر ارض للخرطوم، جبل اولياء ارض الخرطوم يعني نعم. هي جبل اولياء ما اعرف فيها استاد ما فيها استاد لكن ما اعرف هل الاستاد ده يعني هسه انا جاي لاعب هلال المريخ في مباراه في جبل اولياء
مباراة يلعب فريق العيوة في استاد جبل الاولي. وانتم متخيلين يا جماعة يعني انه الدوري حيلعب بالجماهير يعني نقاشنا الداير ده على اساس انه حيكون في حضور جماهيري. ما هي ده احنا متخيل ما حيكون في حضور جماهيري ويتذكر من هنا وفي يوم من الايام حتكون متسر. ليه السبب شنو؟ خليها كده بس انا وانت عارفين الاسباب ما في داعي نتكلم فيها. وملعب مثلا زي ملعب كسلاء او انه ما يكون فيه برضه مجموعه من المجموعات دي افترض يكون فيها مجموعه بملعبه الكبير وجماهيره الكبيره فقرار ظالم يعني قرار ظالم. حتى الدوري البسيط الان حيتقسم لثلاثه مجموعات في ثلاثه مجموعات. ليه الدوري البسيط ما يكون زي الدوري الممتاز يتلعب ذهابي؟ انا كان بقى انت لو تذكرت قبل كده انا اقترحت الاقتراح انه دوري بسيط يحول لدرجه شبيهة بالدوري الممتاز يكون دوري ممتاز الدوري الممتاز نعم ويلعب بنظام الذهاب والإياب ده برضو كفيل انه يرفع مستوى اللاعبين مستوى الأندية ويجيب لك في الدوري الممتاز في النهاية مستوى عالي والمستفيد في النهاية المنتخب المستفيد الكرة السودانية عموما يعني نادي زي شرطة القذارف يعني مثلا لما انا اجي نادي شرطة القذارف العب في عطرة ولو بقى في حضور جماهيري زي ما بيقولوا الإعلاميين او الاتحاد العام انت انا حلعب مع فريق زي لام العطبره في حضور جماهيره في عطبره ما في عداله في الموضوع اي ما هذا لام العطبره كان بيوقف قدام الهلال والمريخ بالحضور الجماهيري وانا كفريق زي شرطه القضارف خاصه انه معظم الفرق دي عندها قواعد جماهيريه الشرطه من الانديه اللي قاعد تلاقي دعم كبير جدا وصعبه جدا في ملعبها انديه كادوغلي انديه الفاشر انديه الفاشر كلها من الانديه اللي كان في فتره من الفترات انا ممكن يا كابتن مدسر مش معاك ممكن واحد من اسباب هبوط مريخ الفاشر وهلال كادوغلي ممكن يكون انه بعده ما لعبوا وسط جماهيره نعم في الموسم الماضي بعدهم من المباريات طبيعة ملاعبهم طبيعة مكانهم الموجودين فيهم كالفاشر وكادوغلي الرحلة السفر الشاغلة الأندية كلها عوامل اللي صارت ميزة لهلال كادوغلي كان وخسرته طيب جميل نتمنى انه يعيدوا النظر في النقطة من مبدأ العدالة انه لازم يا اما تلعب بنظام الأعلى عن الاتحاد يا اما ترجع زي ما كانت في مدينة واحدة تلعب في الخرطوم كلها طيب جميل نغلق الملف المحلي نتحول للدوري السعودي جولة 17 انتهت الاتحاد يواصل الصدارة 38 نقطة الشباب يتعثر بالتعادل الثاني الفريق أصبح 5 نقاط النصر يصحف بقوة نحو الصدارة أصبح في المركز الثالث ب 32 نقطة خلف الشباب بنقطة الهلال فوزه على الفيصلي أصبح في المركز الرابع 30 نقطة وضمك فوزه وعودته للانتصارات 29 نقطة عايز اخذ ابرز احداث الجوله التاسعه واهمها الاتحاد يواصل الصداره وحمد الله يفتتح سجله التهديفي مع الاتحاد في اول ظهور له في مباراه الاتحاد والرائد السابق. نعم بالتحديد هو احنا تكلمنا في حلقه سابقه انه حمد الله هو القطعه المفقوده في الاتحاد المهاجم الصريح في ظل وجود رومارينو اللي هو 9.5 مجرد ما يجي حمد الله بيكون اضافه كبيره جدا وبرهن من اول مباراه بانه حيكون قيمه كبيره جدا. بالنسبة للاتحاد ولما نتكلم عن حمد الله نتكلم عن حمد الله الموجود داخل الميدان مشاكله البر أنا ما عندي قضية بها حمد الله كلاعب موجود داخل الميدان هو نتكلم عن وش الفيلم هو المهاجم الأفضل في كرة القدم السعودية في دوري المحترفين في آخر 10 سنوات عشان ما نظلم نقول مثلا آخر 20 سنة القيمة الأفضل أتوقع إضافة كبيرة جدا من حمد الله الاتحاد واصل في صدارته رغم الصعوبات الكبيرة طيب قبل ما أدخل الاتحاد بس أنا عندي فاصل أطلع فاصل وأرجع فاصل ونواصل. إذا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم بعد الفاصل نواصل كابتن مدسر وقفنا في الاتحاد، الاتحاد يواصل الصدارة. نعم بكل تأكيد يعني آخر مباراتين أو آخر 3 مباريات تقريبا يمكن الاتحاد ما قدم الأداء الكبير. لكن المطلوب في المرحلة دي 7 انتصارات متتالية. مباراة في بمباراة معظم المباريات كان لحد آخر دقائق الاتحاد مهدد بأنه يخسر نتائج المباريات. مباراتين منهم رجع في الشوط الثاني في النتيجة والمباراة الأخيرة المباراة كان 2-1 آخر 10 دقائق كان صعب جدا على الاتحاد حتى كان في شكوك إنه في ركلة جزاء في واحدة من اللقطات فدائما كان في إنه المستوى ما مقنع من الاتحاد المحود خلاص لكن الفريق في الاتجاه الصح الفترة دي فترة حصد نقاط مباراة بمباراة 3 نقاط ب3 نقاط هو الاتحاد إذا دار يحافظ كابتن مدسر لازم يلعب المباريات الجاية كلها مباريات كؤوس نعم كل مباراة مباراة بطولة خطوة بخطوة خلصت من الرائد 3 نقاط في ملعب صعب زي ملعب القصيم 3 نقاط مهمة مباراة الجاية مع الفيصلي كمان فكر في مباراتك الجاية مع الفيصلي الفيصلي فريق صعب جدا
بسبب صعوبات كبيرة، وخسر قدام النصر بنتيجة 4، لكن وصولا للدقيقة 70 تقريبا الفريق كان مهزوم 1-0 قريب من انه يعادل. نعم. ففريق صعب ومعقد. بالنسبة للاتحاد مهم جدا انه جولة بجولة، وكل ما تقدم الجولات اقترب عودة احمد حجازي اللي هو رقم فارق جدا. نعم. بالنسبة صحيح. للاتحاد كابتن عاطف، الاتحاد يواصل الصدارة وفتح الله حمد الله عفوا يفتتح رصيده التهديفي مع الاتحاد. ايوه حمد الله ما احتاج الا 20 دقيقه بس مع الاتحاد عشان يفتتح رصيد الاهداف مع الاتحاد، وزي ما هو متوقع حمد الله اكيد حيكون رقم كبير وعلامه فارقه للاتحاد في الدوري. الاتحاد كان بيفتقد الخانه دي اللي خانت مركز، ممكن جاب نياكاتي لكن نياكاتي ما نجح معه. نياكاتي ما قدم يمكن المستوى المطلوب منه، حاليا الاتحاد وقع معه مخالصة وانهى عقده بالتراضي. فهو محمد الله هو كان ضالة الاتحاد. الاتحاد تم بناء الفريق في خلال 3-4 سنوات بالتدريج وبالتأني وفق رؤية فنية كانت عالية من جميع الادارات اللي تعاقبت على المريخ وصولا الى اداره المرأة الحائلة على الاتحاد. انا قلت شنو؟ قلت المريخ. شاغل بالي. طيب تفضل. الاتحاد عفوا وصولا الى الرئيس الحالي المرأة الحائلة، فكان الشغل تكاملي بين ادارات الانديه او اداره نادي الاتحاد في ادارات المتعاقبه يعني، وده هو شغل المطلوب يعني يتعامل في الانديه الكبيره انك تبني بالتدريج لحد ما تصل لفريق يقدر ينافس على كل البطولات. الاتحاد شفناه في الموسم الفات كان منافس لحد آخر الجولات وانهى الدوري في المركز الثالث، فارق 5 نقاط بس عن الهلال اللي كان بطل المنافسة. حاليا الاتحاد يدخل بقوة في المنافسة ويتصدر الدوري وحقق 7 انتصارات متتالية. يمكن آخر مرة حقق فيها الاتحاد 7 انتصارات متتالية كان لمن اعتقد لما فاز بالدوري اخر مره في 2009. نعم. فاتحاد السنه دي في رقم صعب جدا في الدوري وصعب اللحاق به. زي ما قال كابتن مدسر انه المباريات الجايه باقي 14 جوله للاتحاد لنهايه الدوري. 13 جوله هو 17 لعب 16 الاتحاد لعب 16 ايوه صح، باقي 14 جوله. ال 14 جوله دي حتكون فيها مباريات صعبه جدا للاتحاد، يمكن المباريات اللي هو المفروض الاتحاد يكسبها كلها تقريبا كسبها امام فرق الوسط اغلبها الرائد الفيحاء. هذه صعوبتها كمان، انت حتلاقي فرق منافساك فوق وفرق محتاجه لنقاط تحت، وعشان كذا الجولات ال 14 القادمه دي حتواجه فرق انت حتنافسك على البطوله وفرق حتكون بتعاني في ذيل القائمه للهروب من الهبوط. فاعتقد ان الاتحاد ماشي في طريق صحيح، خصوصا انه كل الخانات فيها وفره من اللاعبين الاساسيين او البدلاء في تقريبا في مستوى واحد. حاليا غياب احمد حجازي يمكن ما اثر كثير في المنظومه الدفاعيه بتاعت الاتحاد. وجود زياد الصحفي، وجود عمر حساوي في قلبيه في قلب الدفاع، شايلين يعني بشكل كويس يعني الاتحاد ماشي. فاعتقد ان الاتحاد حيواصل. طيب جميل. نهايه الدوري هو منافس على الدوري. طيب جميل. الابرز كمان الاحداث في الجوله 17 التعثر التالي للشباب بالتعادل للجوله الثانيه تواليا. الشباب بدا ينخفض مستواه بعد ما حقق انتصارات متتاليه اخر جولتين، تعادل مع ابها 5 و6 جولات انتصارات متتاليه. نعم. تعثر امام ابها بالتعادل 1-1. يمكن هذه المباراه اللي قبلها، قبل مباراه ابها اللي هي كانت مع الاهلي في جده، كان واضح انه اداء الشباب بدا يتراجع، خصوصا انه الاهلي في المباراه دي كان افضل من الشباب طول زمان المباراه، يمكن لو استثنينا ال 20 دقيقه الاولى كان هو الشباب الافضل وسجل فيهم 2. بعد كده دانت السيطره للاهلي كامل المباراه تقريبا، الى ان عاد الشباب في اواخر المباراه بالتعادل وبعدين بالفوز. ده كان مؤشر انه الشباب بدا في 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 منحنى تنازل تنازلي. وفعلا شفنا الكلام ده في مباراه ابها اللي كان متوقع من الجميع انه الشباب يكسب ابها في 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 ملعبه في الرياض، بس خرج بتعادل مفاجئ. وكرر نفس الشيء امام الاتفاق برضه. الاتفاق ممكن هو عاد حتى كان مهزوم 2 وعاد. ايوه انت كفريق منافس على بطوله الدوري يفترض انك انت تكون انت المبادر، انت المبادر تسبق بالتسجيل وانك انت اللي تتقدم وتسيطر على المباراه من بدايتها لحد نهايتها. نعم. طيب جميل كابتن مدسر، الشباب ممكن ضرب في النتائج اذا استثنينا حتى انا ممكن اشوف حتى الاداء ما هو الشباب اللي كان في القسم الاول من الدوري.
نعم بقول لك الشباب بيكرر نفس في الحادث اللي حصلت في الموسم السابق. نعم بعدين كان منافس داخل للبصالة. نعم لو نظرنا في الموسم السابق تقريبا الشباب هو الفريق اللي حقق الفوز في أو حقق أعلى رصيد من بين الفرق الكبيرة في مباريات مع الفرق الكبيرة. نعم. يمكن خسر قدام الهلال في مباراة. بعد الاتحاد. نعم باقي المباريات معظم المباريات يعني حتى مباراة مع الاتحاد اتوقع تفوق فيها مباراة مع الاتحاد في الدوري الاتحاد تفوق عليه في البطولة العربية. نعم. الموسم الماضي لا الاتحاد فاز ذهابا وتعادل ايابا. نعم صح. نعم. الاتحاد ما خسر اي مباراة مع الفرق الكبير. نعم. الموسم الماضي. فالمعدل النقطي كان مرتفع جدا بالنسبة للشباب حاليا في الموسم ده الشباب نفس الشيء. الشباب تقريبا واحده من الهزائم للاتحاد كانت قدام الشباب والهزيمه الوحيده للاتحاد في الدوري لا كانت هو يتهزم ايضا من الفيحة. نعم من الفيحة ومن الشباب. انا اقول من الفرق الهزيمه الوحيده في جده. نعم في جده الوحيده في جده من الشباب. نعم فاز على النصر تعادل مع الهلال فاز على الاهلي في جده. يلا شوف نتائجه مع الفرق الصغيره مع الهلال لسه ما يعوش اول وسط تعادل مع الهلال 2-2 وكان متقدم لوقت متاخر جدا من الشباب الشباب. فلما تشوف نتائجه مع الفرق الكبيره وتشوف نتائجه مع الفرق في وسط الترتيب ومؤخره الترتيب تتفاجأ يعني بالفوارق الكبيره. الشباب واحده من مشاكله انه دائما بيخسر الدوري زي الموسم السابق بسبب النقاط الفقد ضد الفرق مهددة بالهبوط أو الفرق في الوسط وده قاعد يتكرر حاليا مع الشباب. الحالة النفسية الحالة الفنية للفريق مرتبطة دائما بالحالة الإدارية. مجرد ما يكون في هدوء في الجانب الإداري الشباب بيكون في نتائج كويسة. تتكلم عن المؤتمر الصحفي بدت فترة الانتقالات وحصل المؤتمر الصحفي ذكر الأستاذ خالد البلطان والله مباشرة توقعت أنه الفريق يتعسر ويكون في ظروف في مستوى الفريق وحصل بالكربون. والموسم الماضي يمكن مشكلة كرة النصر كانت برضه الموسم اللي فات مشكلة كرة النصر انتصر انتصار كبير جدا وكان في تصريحات كبيرة جدا وبعدها مباشرة دخل الفريق في ظروف تسبب في أنه يكون بعيد من التنافس. فالشباب الجانب الإداري مؤثر جدا. طيب جميل. الحدث الأبرز أيضا في هذه الجولة النصر يواصل نتائج المتميزة مع المدرب الأرجنتيني ممكن الانتصار الخامس تواليا في الدوري رباعية في مرمى الفيصلي. 5 انتصارات من 6 انتصارات الخمس انتصارات في الدوري وانتصار في الكاس 6 انتصارات فيها كلها مع المدرب البرازيلي الأرجنتيني فيها 5 كلين شيت وهدف واحد. نعم وده بالنسبة للنصر بدأ الموسم يعني إحصائية كبيرة جدا. الفريق تحسن جدا في الجانب الدفاعي من الصعب جدا إنه يستقبل أهداف. الفريق دائما مبادر في الجانب الهجومي في 6 مباريات الفريق في كل المباريات هو اللي يتقدم. ولما يكون عندك لعيبة بإمكانات اللاعبين الموجودين في الجانب الهجومي في النصر نتكلم عن تاليسكا مصدر الهدافين نتكلم بيتي مارتينيز الراجع من الإصابة خالد الغنام في الفترة الأخيرة أبو بكر إذا رجع من المنتخب جونسون لاعب المنتخب الأيروغوياني الأسماء دي كلها سامي النجي الأسماء دي كلها لو سجلت هدف مبكر أنت أجبرت إنه الفريق الخصم ما يلعب بصورة دفاعية وهذا تفتح لك المساحات يترك مساحات مجرد ما تركت مساحات النصر أي فريق يترك مساحات في الدوري ضد النصر النصر قادر يفوز عليه بالحلول الفردية بس من دون أي تدخل من المدرب. نتكلم عن تاليسكا عن بيتي مارتينيز سامي النجعي خالد الغنام واحد من أسلحة إذا رجع ركويان أبو بكر فريسة الإمكانات كبيرة واحد من أسلحة النصر ممكن التسديد من خارج المنطقة الجزاء ممكن مع تاليسكا أغلب أهدافه التسديدات وأيضا مارتينيز في مباراة الفيصل. نعم تاليسكا عنده إحصائية غريبة حتى في واحدة من البرامج تاليسكا في الدوري مسدد 69 تمريرة مسدد 69 تسديدة من خارج خط 18 أقرب لاعب عليه في عدد التسديدات مسدد حوالي 39 فريق كبير الضعف أنت تتكلم عن الضعف في العدد. فاللاعب عنده قدرة مؤكد تماما أنه في شغل فني على الجانب ده أنه بيشوف إمكانات الحراس ويقارنوا نقاط ضعفهم والمفروض أنه كيف نستفيد نوسع المساحات لتاليسكا لبيتي مارتينيز في أنه يسدد. الفريق بقى متزن جدا في الجانب الدفاعي كمان مع روسو يعني على غير العادة الفريق بقى بيلعب ببلوك متأخر جدا. دائما النصر كان واحدة من مشاكله دفاع الخط المتقدم بداية الدوري وفي السنين السابقة الفريق بيلعب ببلوك متأخر بأربع لاعبين في الجانب الدفاعي
مع دعم سلطان الغنام للجانب الهجومي، عبد الله الخيبري دائما موجود في النواحي الدفاعيه، دور كبير لهذا النجاح. نعم بكل تاكيد الدعم يعني الكل يشارك في الواجبات الدفاعيه. شاهدنا تاريسكا في مباراه الفيصل في اكثر من مره موجود داخل خط 18، ومن الصعب جدا بالمناسبه اقناع لاعب زي تاليسكا انه يقوم بالواجب الدفاعي. طيب جميل، شغل كبير جدا للمدرب روس. طيب جميل، نبدا من المدرب الارجنتيني. هل نقول ممكن النصر بعد سلسله من التغييرات في الاجهزه الفنيه نقول وجد ضالته عند المدرب الارجنتيني، ولا لسه الحكم بدري على المدرب؟ اعتقد انه انا كنت عايز ابدا بالكلام عن المدرب ميغيل انخيل روسو، كلمه السر حاليا في روسو، لان احنا شفنا نفس اللاعبين ديل، نفس التشكيل، نفس المحترفين مع المدربين السابقين سواء كان نونيز او بيدرو. ما شفنا، مع انه بيدرو ما اخذ الفرصه، يمكن درب مبارتين اثنين بس ومشي. خمس مباريات تقريبا، اعتقد درب مباراه الهلال في كاس خمس مباريات اسيا والمباراه اللي بعدها خمس مباريات ما بدا الدوري ومباراتين في اسيا في اسيا في اسيا ولا حتى لو قلنا حتى لو خمس مباريات ما اخذ الفرصه الكافيه لانه نحكم عليه. فكلمه السر في 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 روسو، هو اللي اعاد تنظيم الفريق من ناحيه دفاعيه ولا من ناحيه هجوميه. النصر بدا ياخذ شكله الطبيعي، شكله المتوقع منه، وجود ترسانة المحترفين الأجانب الموجودين في النصر، ما يجب أن يقدم النصر في الدوري بعد قدوم روسو. فعلا شفنا حد الآن يمكن النصر لعب 5 أو 6 مباريات مع هذا المدرب، كلها أعتقد أنها كلها انتصارات. نعم 6 مباريات انتصارات. نعم 6 انتصارات. هو ممكن المباراة الوحيدة خسرها النصر، وهو أول يوم مباراة، مش أول مباراة مع الطائي. مع الطائي كان موجود في المدرج، ما شرف على المباراة، هو شرف من المباراة اللي بعدها كانت أمام الهلال، وبدأ بفوز 2-0 ثم وصل سلسلة الانتصارات، وحاليا النصر بيفصل حوالي تقريبا يمكن 6 نقاط عن الاتحاد، 6 نقاط نقطة عن الشباب، بزايد مباراة عن الاتحاد. طبعا الاتحاد نحن نسينا نقول أنه عنده مباراة مؤجلة مع الهلال، ودي ممكن تصب في صالح الشباب والنصر، اللي هم حيكونوا النصر والهلال بدأوا يدخلوا بقوة في المنافسة في مع قادم المباريات والانتصارات المتتاليه للفريقين. اعتقد انه الجولات الـ3-4 جولات الجايه حتشهد منافسه قويه، ويمكن لو بوصولنا للجوله الـ20 حتتحدد معالم بطل الدوري، حتنحصر بين 3 تقريبا انديه اللي انا اتوقع حتكون بين الاتحاد والشباب والنصر او الهلال. واحد فيهم اعتقد انه الهلال مباراته حتكون جدا فاصله مع الاتحاد، حتحدد بنسبة كبيرة جدا هل الهلال حيواصل في المنافسة ولا لا. طيب كابتن عاطف، الحدث الأبرز، الحدث الأبرز ممكن أبرز الأحداث هذه الجولة هو فوز الأهلي على الحزم بهدف. وأول شيء بقول لك مبروك إنه الأهلي فاز أخيرا. الله يبارك فيه، لكن مبروك ناقصة، لأنه أداء ومستوى الفريق أبدا ما يطمن طبعا مع وجود المدرب هاسي. صراحة هاسي مش هو المدرب المناسب للنادي الأهلي. ما اعرف شنو كان فكر اداره النادي الاهلي لما جابت المدرب ده، لانه في الموسم متمسكه بيه كمان ومتمسكه بيه ومصره عليه، وغالبا حيواصل يمكن لحد نهايه الدوري، ما عارف هل شرطه الجزائي عالي ولا هو الاداره مرتاح له. لانه في الموسم اللي فات مع الرائد نجا من الهبوط وفارق نقطه واحده بس. الرائد كان عنده 36 نقطه والفرقه الهابطه كان عندها 35 نقطه. فلو جيت اخذت كل الارقام بتاعت هاسي مع الرائد هتلقاها كلها ارقام سلبيه، هزايم اكثر من الانتصارات، عدد الاهداف اللي دخلت مرمى وكانت اكبر من الاهداف اللي سجلها، كان بينافس على الهبوط لحد اخر جولات الدوري. حاليا في المباراه الاخيره مع الحزم الاهلي، والحزم طبعا متذيل، الحزم متذيل الترتيب، يعني خسران 10 مباريات، جون بارتا الهوي خسران 10 مباريات، ما كسبان الا مبارتين بس من 17، ارقامه جدا سيئه، في يعني هو يمكن اقرب الفرق للهبوط. سجل الاهلي هدفه في الدقيقه 41 في الشوط الاول. توقعنا ان الشوط الثاني يجي الاهلي يهاجم يكثف هجومه ويزيد غلط الاهداف، يامن النتيجه على الاقل بهدف ثاني. فاجانا انه هاسي تراجع دفاعيا عشان يحافظ على الهدف الوحيد قدام متذيل الترتيب الحزم، وغير تغييرات اغلبها تغييرات دفاعيه يرسلها حقيقه. ايوه، ولعب بتكتيك دفاعي الشوط الثاني كله، يعني لو كان اي فريق ثاني غير الحزم في المباراه دي كان ممكن جدا انه يسجل تعادل يفوز بالمباراه بكل سهوله. فاستمرار هاسي اعتقد انه في خطر كبير جدا على الاهلي، خصوصا ان الاهلي قريب جدا من مراكز الهبوط، يعني بيفصل عن الفيصلي صاحب المركز 14 3 نقاط بس. نعم 3 نقاط، وبيزايد مباراه كمان برضو عن الفيصلي. فالاهلي اعتقد انه فوضى جدا خطير مع استمرار هذا المدرب. نعم كابتن مدسر، انتصار الاهلي بعد غياب طويل
والله انتصار مهم جدا وثلاثة نقاط مهمة، لكن زي ما ذكر كابتن عاطف يعني الحاصل مع الأهلي شيء غريب، استمرار المدرب للوقت ده، المدرب ده ما أظن إنه يستمر في أي نادي من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان، حتى الحزم غير مدربه بسبب النتائج السلبية، فاستمرار المدرب غريب جدا، استمرار المدرب غريب في فكرة إنه فريق زي الحزم في ملعبك يتجرى إنه يهاجمك، كان غريب جدا في إنه بدت شخصية الفريق تهتز، حتى لو إنه عملت شتوية كويسة وجبت لعيبة وقدرت تاخذ الكفاءة المالية وتسجل إدوارد وأيمن يحيى والحديث عن فرانكوم. جناح كولومبي وفرانكوم لاعب الريال الدول الكاميروني السابق، لو قدرت تجيب كل اللعيبة دال شخصية الفريق بدت تهتز، ما هو لما يشوفك أي فرق من فرق الدوري إنك أنت بتدافع قدام الحزم وتزيل الترتيب بإمكاناته البسيطة أكيد كل الفرق بتتجرى عليك، فمطلوب من الأهلي إنه يتدارك الوضع، أنا أعتقد القرار الأول في تدارك الوضع في إبعاد هاسي، الأسماء الموجودة في الفريق قادرة جدا إنه تحسن مركز الفريق، إدواردو إضافة للفريق، أيمن يحيى إضافة للفريق في الجانب الهجومي، الصغار السن الموجودين في الجانب الهجومي نتكلم عن هيثم عسيري، نتكلم عن عبد الرحمن غريب، حصل لهم تحسن كبير جدا في المستوى، في الجانب الدفاعي البرازيلي دانكل يقدم في مستوى ممتاز، يتحسن جدا، أليوسكي يقدم في مستوى ممتاز، في أسماء تانية شابة أنا أعتقد في الدفاع زي القادم من التعاون ما مستحضر اسمه فهد حمد أنا أعتقد أنه أنسب لدفاع الأهلي من محمد عبده خبران بكثير جدا، ممكن يقدم هو بيقدر يستخدم خبران في الظهير يمين المباراة الفاتت، بس كان عشان موقوف بكارت أحمر قدام الفيصلي ما لعب، اضطر أنه يوظف محمد المجحد كظهير يمين ومجحد، وطبعا هو لاعب وسط والمجحد خروج بالمجحد حيسر مباشرة على الوسط، مجحد من أفضل اللاعبين الآن خصوصا في وسط ملعب الأهلي خصوصا مع غياب علي الأسمري فحصل اهتزاز كبير جدا، تخبط فني بصورة كبيرة، الأهلي ما كان يستحق الفوز أمس بصراحة أبدا، مشاكل الأهلي كبيرة جدا، حتى نتكلم يعني عن السكواد حق اللاعبين، يعني فريق زي الأهلي يكون ما فيه ظهير يمين ظهير بالتخصص، الأهلي فعليا ما فيه ظهير يمين بالتخصص، في كلام عن استعارة بتضل العديان لاعب الهلال، ان شاء الله يتم الامر للاهلي مناسب، هو في عبد الله حسون وفي النجاز بس هو مستبعد عبد الله حسون من بدايه من اول 3 4 3 7 7 حتى مستواه في الموسم الماضي كان فيه علامه استفهام كبيره، حتى جماهير الاهلي يمكن كان بيضطر انه واحد من مشاكل الاهلي في الموسم الماضي عبد الله حسون في طارق الدفاع الاهلي كله فيه علامه استفهام، هو كل الاهلي له سنتين دفاع هو واحده من مشاكل الاهلي في العاصره يعني من حسين عبد الغني ومحمد شيلية نعم الناس بتغار دائما جماهير الاهلي بتغار ما تنتظر انه عبد الله حسون يكون مثلا شيلية جديد محمد شيلية ولا يكون مثلا الظهير اليسار ايا كان يكون حسين عبد الغني في مجده، دي نسخ ما بتتكرر ما بتتكرر، عبد الله حسون انا ما اعتقد انه بالسوء اللي كان فيه حمدي النقاص طوال الفتره اللي فاتت، وحسون كلاعب من ابناء النادي الصبر عليه كان اولى من الصبر على لاعب زي حمدي النقاص مع كامل الاحترام له، ما قدم اي اضافه بالعكس كان ثغره كبيره جدا في دفاع طيب بالعكس كان مثار شكاوى الانديه اللي طيب بتلعب ضد الاهلي ممكن انا لضيق الزمن كنت عايز اناقش حته الهلال وتعسره ثم عودته في المباراه، ولكن الزمن عندي يعني ضايقني شويه، وعندي محور الكاس السوبر الأزباري ومحور البطولة الأفريقية، أتحول مباشرة لكاس السوبر الأزباري بلمس ريال مدريد يتوج نفسه للمرة الثانية بالمملكة العربية السعودية بعد أن توج نفسه في موسم 2019 عندما فاز على أتلتيكو مدريد في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، بالأمس في مدينة في استاد الملك فهد تمكن من الفوز على أتلتيكو بلباو حامل اللقب في بطولة كاس السوبر، فوز 2-0 توج ريال بطلا لكاس السوبر، نستمع لتقرير عن مباراة الريال وأتلتيكو بلباو ثم نعود. كابتن مدسر، انتصار ريال مدريد للمرة الثانية في الأراضي السعودية والتتويج بكأس السوبر بعد 2019 وهو التتويج رقم 12 في تاريخ ريال مدريد في بطولة كأس السوبر الأسباني. نعم بكل تأكيد في مباراة الأمس في مباراة نصف النهائي فاز الفريق الأفضل، الفريق الأفضل في أسبانيا، الفريق الأكثر جاهزية حاليا، الفريق الأكثر استقرارا،
فنيا مع مدرب كارلو أنشيلوتي، مدرب خبير، مدرب كبير، الفريق اللي فيه ميزة ما موجودة في باقي الفرق، فريق في كل خط عنده عناصر مؤثرة جدا. نحن نتكلم عن ميليتاو ولابا في قلب الدفاع، اللاعبين اللي قدموا الإضافة الكبيرة جدا لريال مدريد بعد تشاؤم كبير جدا يعني في بداية الموسم مع خروج راموس وفاران. خروج راموس وفاران ما أعتقد إنه مدافعين عاديين عندهم القدرة إنه يعوضوا خروجهم الاثنين. وصول اللي وسط الميدان، وسط الميدان هو ايضا قبل الوصول للنصف ده حتى حراسه المرمى في الريال حراسه نعم. المرمى الطبيعي حق كورتو يعني نعم. انا اعتقد انه واحد من الافضل في العالم حاليا يقدم نعم. في مستويات كبيره جدا. اذا انتقلنا لوسط الميدان وهو النقطه الفارغه في ريال مدريد، نتكلم في وسط الميدان عن ثلاثه لاعبين تكاملوا في اختلافهم، تكامل وسط الميدان في ريال مدريد في اختلاف اللاعبين. نتكلم عن كاسيميرو في الجوانب الدفاعيه، توني كروز بدرجة أقل في الجانب الدفاعي، لوكا مودريتش اللاعب المختلف جدا، اللاعب اللي ما بيشبع أي لاعب وسط موجود في العالم حاليا. نعم حقيقة يعني لاعب ممكن يغرد في اتجاه وباقي اللاعبين كلهم في اتجاه آخر. نعم مع تقدم العمر مع كل التفاصيل، لكن لوكا مودريتش لاعب متفرد جدا، لاعب ما بيشبه لاعبين الجيل الحالي في كل التفاصيل، حفاظه على النواحي البدنية، في دقته، في تحركاته، وفي تفكيره المختلف جدا، في قدرته على إنه يقود الفريق ويقود زملاءه. يعني لا مهما تتكلم عنه أنت مستحيل تديه حقه. فوسط ريال مدريد هو اختلافه ده بسبب تكامله، يقوم بالأدوار كاملة في كل الجوانب الدفاعية الهجومية، غيره يساهم. أنت تتكلم عن لاعب هو القائد الفعلي للفريق في عمر 36 سنة، عمر متقدم جدا. يعني لو لوكا مودريتش قرر في لحظة من لحظات الموسم إنه يتوقف وما يأدي الجانبات الدفاعية، ما في مدرب في العالم يطلب من لوكا مودريتش إنه يقوم بالواجبات الدفاعية. وأسماء كثيرة خط الهجوم أيضا في الجانب الهجومي، كريم بنزيما نتكلم واحدة واحدة. نتكلم عن بنزيما أنا دائما كنت بقول في فترة من الفترات إنه بنزيما مظلوم مع جماهير ريال مدريد، كان مظلوم فترات طويلة جدا، يعني سنين توهج الحقيقية ما عاش بسبب إنه كان في اسم زي كريستيانو رونالدو في الفريق. وصولا لفينيسيوس جونيور يقدم في إضافة كبيرة جدا، واللاعب اللي اختلف جدا مع أنشيلوتي يعني بكل أمانة في قبل موسم من الآن فينيسيوس جونيور كان لاعب يعني اللي بيقدمه في المباراة انت بتستغرب انه كيف اللاعب ده بيلعب في ريال مدريد. نعم حصل له تغيير كبير جدا مع انشيلوتي، وده قيمة المدربين الكبار. بالباو على الجهة الاخر، في الجانب الاخر بالباو قدم موسم معقول جدا السنة اللي فاتت، يعني كان موسم يعتبر من المواسم الكبيرة في تاريخه بالنسبة للدوري، بالنسبة لكاس السوبر، بالنسبة لكل البطولات، حتى وصل نهائي كاس الملك ضد برشلونة، لكن في برشلونة وقبلها في نصف النهائي كان فايز على في النهائي فاز على ريال مدريد، وفي نصف النهائي كان فايز على برشلونة هو العكس. فقدم موسم كبير جدا الموسم السابق، السنة دي أقل بكثير من الموسم السابق، أقل بسبب تفاصيل كثيرة عاش الفريق من إصابات، من تغييرات، كورونا كانت مؤثرة جدا خاصة على الفرق المتوسطة اللي بتعتمد في ميزانياتها على دخول الجماهيرية وغيره، فكانت مؤثرة جدا بالنسبة ل. إذا الريال استحق الانتصار واستحق الكاس، استحق الانتصار في السوبر. الريال قريب جدا من الدوري الأسباني، من يعني أنت بتتكلم من شهر واحد قريب جدا من نقول إنه حسب الدوري الأسباني. نتكلم عن إنه في دوري الأبطال يمشي ماشي كويس، هو ما مرشح بكل تأكيد مع الفرق الموجودة باقي الفرق، لكن ماشي كويس. كاس الملك دخل للمرحلة الجاية، وكاس الملك أعتقد كل بطولات أسبانيا الريال قادر إنه يحقق الموسم ده. كابتن عاطف، كيف رأيت مباراة السوبر بالأمس اللي احتضن أستاذ الملك فهد بالرياض؟ البطولة طبعا ذهبت الفريق الذي يستحقها، ريال مدريد هو الأفضل الفرق الموجودة، الأربع فرق كانت مشاركة في البطولة. شفنا ريال مدريد قدام برشلونة لعب برض مباراة كبيرة جدا، مباراة اللي أنا بعتبرها هي كانت نهائي البطولة، الفائز فيها هو اللي حيتوج بالبطولة، وقد كان إنه ريال مدريد هو اللي توج البطولة، لأنه أعتقد إنه حتى لو كان جاء أتلتيكو مدريد في الفاينل برضو ما كان حيصمد أمام فرقة كارلو أنشيلوتي اللي بتقدم عروض جدا جدا مميزة من بداية الموسم. خط وسط ريال مدريد هو كلمة السر في هذا الفريق، بوجود لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو، خط وسط جدا متألق
بيقدم في عروض جدا مميزه وممتازه، ادوار دفاعيه على اعلى مستوى، ادوار هجوميه بيشاركوا في الادوار الهجوميه، بيصنعوا اهداف بيسجلوا. الخط الهجوم خط جدا مميز في هذا الموسم بتألق جونيور فينيسيوس، وجود رودريجو في مباراه برشلونه في على الطرف اليمين في الشوط الثاني اعتقد هو لعب اللي هو لعب ايوه كامل انا متاكد نعم، حتى مباراته هو كان بديل اساسي نعم، بديل اساسي صنع الهدف الاول لوكا مودريتش. لوكا مودريتش طبعا الكلام عنه ما بيخلص، مدسر شرح عنه كثير جدا، انت لو جيت شفت ارقام لوكا مودريتش في اي احصائيه يمكن انت داخل المباراه ما بتشعر بادواره الكبيره اللي بيعملها، سواء كان ادوار دفاعي او هجومي، لكن انت تشوف الاحصائيات بتاعته هتلقى اكثر لاعب لعب مثلا تمريرات طويله، اكثر لاعب عمل دريبلينج داخل الملعب، افتكاك نعم. في عمره المتقدم ده 36 سنه ونص يحرز تقريباً. كثير من الاهداف ايضا يحرز اهداف، افتتح التسجيل لريال مدريد نعم. في وقت متاخر من الشوط الاول بعد عده محاولات كانت ريال مدريد وصمود من جانب اتلتيكو بيلباو. المتابع لريال مدريد في مباراه برشلونه كان يتوقع انه حيلعب بنفس الطريقه قدام بيلباو، انه يامن مناطقه الدفاعيه، يلعب بلوك دفاعي متقدم يعتمد على الهجمات المرتده، لكن حصل العكس. برشلونه ريال مدريد دخل المباراه مهاجم بادر بالهجوم، كثف من هجماته، اتلتيكو بيلباو هو اللي دافع، واللي مارسيلينو يمكن ما استفاد من اخطاء تشافي في مباراه برشلونه وريال مدريد لانه كان بضغط عالي وضغطه العالي ما كان ضغط مثير، ما كان ضغط فعال، ما كان بيفتك الكوره في مناطق ريال مدريد، وهو ده اللي عايزه كارلو انشيلوتي انك تضغط عليه في ملعبه، لانه خط وسط ريال مدريد جدا بارع في الخروج من تحت الضغط في تحويل الهجمات والتحول الهجومي السريع نعم. باستقلال طبعا سرعات فينيسيوس جونيور ورودريجو على الاطراف. اعتمد مارسيلينو امس انه اما كان افتكاك الكره في منطقه ريال مدريد دي حاجه فشل فيها، او التراجع الدفاعي والاعتماد على المرتدات واستغلال سرعه ويليامز في خط الهجوم وما نجح فيها برضه الى حد كبير جدا. ده كله برضه بيرجع لقوه خط وسط ريال مدريد والقيام بادواره الدفاعيه الكامله على اكمل وجه. فاستحق ريال مدريد الفوز بالبطوله، هو كان الفريق الاكثر جاهزيه والاكثر. طيب كابتن عاطف، المحور ده يعني عشان اختم المحور ده اتطرق للجانب التنظيمي بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه، وتطرق لتصريحات بيريز اللي ذكر انه يعني انبهر وسعيد جدا ومستغرب من يعني التنظيم. ايضا أورتوا ايضا في تصريح له ابدى ساعات بالاجواء في كانت في ملعب المباراه، وبنزيما ابدى ساعاته واندهش قال انا يعني اشاده كبيره من بنزيما بجماهير ريال مدريد في المملكه العربيه السعوديه. بالتاكيد ريال مدريد عنده طبعا رابطه جماهيريه كبيره جدا في المملكه العربيه السعوديه، هو اللي قادت التشجيع في مبارتين امام برشلونه ومباراه النهائيه امس. الجوانب التنظيميه طبعا وصلت المملكه العربيه السعوديه لمستوى عالي جدا من القدره على تنظيم البطولات، يعني شفنا بطولات كثيره نظمت قبل كده في قبل هذه البطوله، خصوصا الاتفاق الموقع مع الاتحاد الاسباني لاستمرار بطوله السوبر وانها تنظم في المملكه لحد عام 2029. فده كله ما جاء من فراغ طبعا، ده كله يعني اهتمام يعني وزاره الرياضه والقائمين على امر الرياضه، لابد ان نتقدم بالشكر لليون، وايضا الحكومه المملكه العربيه السعوديه أيه. لابد اهتمام كبير بالجانب على مستوى الدوله، نعم يعني اهتمام نابع طبعا من مستوى الدوله من اعلى جهه في الدوله باهتمام بالرياضه وبالجوانب تنظيم البطولات العالميه بالشكل ده. فمش مستغرب يعني طبعا نعم تعودنا عليه وخلاص تعودنا عليه ونعم بكل تاكيد. كابتن مدثر، يعني شهادات تجي من رئيس نادي ريال مدريد ومن النجم كريم بنزيما قائد ريال مدريد وارتوا، ودول لاعبين يمكن لعبوا على مستوى يعني اعلى المستويات، وتجد الاشاده، ده شغل كبير تشكر عليه حكومه المملكه العربيه السعوديه، واشكر عليه أخوة في القائمين بأمر الرياضة عموما بوزارة الرياضة على وجه الخصوص. نعم بكل تأكيد المملكة أصبحت بعيدة جدا في مسألة الاستضافات، وأنت لما تتكلم عن السوبر الأسباني في العام الحالي بغض النظر عن إشادة رئيس كبير في تاريخ ريال مدريد زي بيريز هو الرئيس على شراءه حارس ريال مدريد كورتو، أنت تتكلم عن أنه في نفس اللحظة حق استضافة البطولة كان في حدث عالمي كبير جدا اللي هو رالي دكار
وما كل الدول عندها القدرة إنه تنظم مناسبتين كبيرتين بالضخامة دي في نفس الوقت، من الجوانب التنظيمية ومن الجوانب الأمنية، من كل الجوانب، الاستضافة في ظل الأوضاع الصعبة وانتشار كورونا في كل العالم وغيره والفيروس، من الصعب جدا إنه تستضيف مناسبتين بالحجم ده في نفس الوقت. بكل تأكيد تم استضافة البطولة، البطولة ناجحة جدا، الكل شاهد على ذلك. في الجانب الآخر تم استضافة الرالي، والرالي أيضا ناجح جدا، قبلها الفورميلا 1 في كل المناسبات. السعودية قادرة جدا تنظم كل الأحداث دي كلها مع بعض في وقت واحد، قادرة إنها تستضيف وتنجح فيها، فما في شيء يتقال في الجانب التنظيمي. نعم، تحية كبيرة لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والتحية لوزارة الرياضة وللاتحاد السعودي لكرة القدم ولكل القائمين بأمر الرياضة هذا المجهود الكبير. وحقيقة زي ما ذكرنا في حلقة الأمس، ممكن يعني حتى الدول الخليجية، الجماهير من الدول الخليجية والدول المجاورة جاءت تشاهد حدث عالمي كبير، بطولة السوبر الأسود. نعم، بقول تأكيد الحضور من كل مكان موجود. نعم، طيب نتحول لبطولة أمم أفريقيا، العرس الأفريقي الكبير. بالأمس غينيا الاستوائية توقف سلسلة انتصارات أو سلسلة عدم هزائم بالنسبة لمنتخب الجزائر، والجزائر تخسر من غينيا الاستوائية. 35 مباراة رقم كبير جدا. 37 مباراة رقم كبير جدا، لكن الخسارة أمام منتخب غينيا مع كامل الاحترام للمنتخب الغيني يعني كان صدمة كبيرة جدا لكل متابعين المنتخب الجزائري. نعم. منتخب الغيني أقل بكثير من المنتخب الجزائري أو من إنه يفوز على المنتخب الجزائري، لكن في 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 إشارات كانت على الحالة الفنية للمنتخب الجزائري، إنه المنتخب الجزائري وصل مرحلة أنا أعتقد إنه في تغييرات المفروض تحصل في المنتخب الجزائري. ما يتكلم عن الجهاز الفني جمال بالماضي حسب وجهة نظري من أفضل المدربين في الوطن العربي، لكن المستوى الأفريقي، لكن أتكلم عن التغييرات بالنسبة للاعبين. في لاعبين ما أعتقد أنه ممكن يقدموا الإضافة من هنا وقدام للمنتخب الجزائري حسب وجهة نظري، نتكلم عن سفيان فيقولي، ياسين إبراهيمي، عدد من اللاعبين اللي تقدموا في العمر، حتى الدوافع بقت أقل بكثير من طموحات المنتخب الجزائري. ففي أسماء تقدر تعوض الأسماء دي، نتكلم عن سعيد بن رحمة لاعب واستهام الإنجليزي، لاعب متألق وفي عمر صغير جدا، في آدم والناس لاعب نابولي بيقدم في مستويات كبيرة جدا مع نادي نابولي في الدوري الإيطالي في الأوروبا ليك، دي كلها أسماء ممكن تقدم الإضافة. لكن في أسماء يعني مع كامل الاحترام اللي قدمته للكرة الجزائرية في سنين سابقة، أنا أعتقد إنه في البطولة العربية المستوى الكبير اللي كان بيقدمه الجزائر في بطولة العرب كان سبب الأساسي إنه الفريق فيه أسماء تحب تقدم نفسها بصورة أفضل. نتكلم عن سعيود، نتكلم عن ميزيان، نتكلم عن الظهير اليسار الياس شتي، محمد الأمين توقاي في قلب الدفاع، دي كلها عناصر كان حابة إنه تقدم نفسها بصورة كويسة قبل البطولة الأفريقية، وللأسف فيها أسماء حاجزة مكان في المنتخب الجزائري، جمال بالعمري غيره، ما كان التركيز الكبير موجود. نعم، الأرضية، أرضية مجموعة الجزائر هي الأرضية الأسوأ في البطولة الأفريقية، سيئة جدا، قمة في السوق، لكن ما سبب كافي إنه منتخب زي المنتخب الغيني إنه يفوز عليك أو تتعادل مع المنتخب السيراليوني بنتيجة سلبية، وفي ظل الفرصة الكبيرة جدا تضيع المنتخب الجزائري بكل تأكيد. كابتن عاطف، منتخب مرشح للبطولة، منتخب حامل لقب، منتخب 37 مباراة لم يتذوق طعم الخسارة، ويعني منتخب الآن بادئ البطولة بتعادل وخسارة يعني من مباراتين تتكلم عن نقطة وحيدة، وأمام مباراة صعبة أمام ساحل العاجل المتصدر بأربع نقاط. أخذ البداية كان سيئة للمنتخب الجزائري، يمكن نحن تكلمنا في المباراة الأولى مباراة أمام منتخب سيراليون إنه بعض اللاعبين منتخب الجزائر بعد المباراة عزوا الأسباب بتاعت التعادل لسوء أرضية الملعب وارتفاع درجات الحرارة في ملعب المباراة وارتفاع الرطوبة. طبعا هذه الظروف هي تطبق على الجميع، على الجميع سواء عليك او على خصمك، فهي ما كانت اعذار يعني انك تتعادل مع منتخب سيراليون اول مره يشارك في البطوله في تاريخه. اعتقد المنتخب سيراليون قبل كده يمكن ما شارك قبل كده في البطوله دي، اول مشاركه له،
ومنتخب حديث التكوين، منتخب ما عنده خبرات. حتى ظروفه المصيرية لو 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 تابعت الأخبار، ظروفه المصيرية للكاميرون ممكن يعني بالقوارب وصلوا برا، برنوا بالقوارب في بعض. نعم، فمعاناة كبيرة جدا للمسؤول للكاميرون للمدينة اللي حيلعب فيها المنتخب. فأنت منتخب جزائري يفترض أنك تفتتح البطولة بكل قوة، أنك تدي دافع لجمهورك أنه يساندك أنه يأمل أنك تفوز بالبطولة، وتدي إنذار لبقية المنتخبات أنه أنا جاي أحتفظ باللقب اللي أخذته قبل سنتين في 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 مصر. فخسارة المنتخب الجزائري امبارح كانت مفاجأة أمام غينيا الاستوائية، رغم أن غينيا الاستوائية قدمت في تصفيات كأس العالم قدمت بطولة كبيرة، أو تصفيات كأس العالم كانت في مجموعة تونس وأحرجت تونس، ومباراة قبل الأخير فازت على تونس ب 2-0، ولحد آخر دقيقة من التصفيات كانت مرشحة جدا أنها تتأهل لولا فوز تونس. تونس فازت في المباراة الأخيرة وتأهلت. الجزائر أمس بخسارة يمكن تكون ضيعت، أنا في اعتقادي أن الجزائر ما حتتأهل غالبا، الجزائر ما حتتأهل حتى لو دخلت. أنا أعتقد أنه ممكن تتأهل كمركز ثالث، صعب جدا تتأهلي عشان تتأهل كأفضل توالد لازم تفوز على ساحل العاج. ساحل العاج أيضا بعدد فارق من الأهداف عشان تتصدر على ساحل العاج، وهم ننسى كمان برضو إنه غينيا الاستوائية عندها 3 نقاط، عندها مباراة صعبة، سيراليون عندها نقطتين، فأي واحد فيهم اللي فاز حيصدر المجموعة، ففرص الجزائر بقت صعبة، ضيقت على نفسها الفرص تماما. ايوه، وازيد على كلام الدسير انه في بعض اللاعبين فعلا انتهت صلاحيتهم في منتخب الجزائر، وانهم يستبدلوا زي جمال بن عمري، زي عيسى مندي. عيسى مندي شوفوا شايفين احنا بنقدم مستويات جدا سيئه مع 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 فريقه في الدوري. طيب، حتى الحارس برضه رئيس الملحي برضه اعتقد انه مستواه في 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 انخفاض وتراجع. طيب، لانه انا الزمن عندي ضيق. ايضا تونس في المجموعه السادسه تحقق الفوز على موريتانيا بالرباعيه، تقصوا على موريتانيا برباعية. ممكن تونس خسرت المباراة الأولى، مباراة الأحداث التحكيمية، الآن أصبحت تونس ب3 نقاط، وغامبيا اللي فازت أصبحت ب4 نقاط، تعادلت مع مالي أمس مع مالي، وفازت في المباراة الأولى على موريتانيا. على موريتانيا يقبى تونس الآن 3 نقاط، غامبيا ومالي 4 نقاط. هي تونس اتداركت هزيمتها في المباراة الأولى أمام منتخب مالي، كانت هزيمة مفاجئة. الفوز على موريتانيا أمس فوز أدها 3 نقاط و4 أهداف في ففوزها في المرجع حد من تونس تأهل، أعتقد أن تونس هتتأهل للمرحلة القادمة بسهولة. كابتن مدسر تونس. نعم، بكل تأكيد الفوارق واضحة جدا في المجموعة دي، واضح جدا أن المجموعة هيكون تونس ومالي متأهلين مباشرة، يمكن غامبيا تدخل أفضل التوالد، الإمكانية موجودة بالنسبة لها. المنتخب الموريتاني هو واحد من أضعف المنتخبات الموجودة في البطولة الآن، رغم أن المنتخب الموريتاني كانت مدسر في التصفيات ممكن يقدم مستويات كبيرة حتى في البطولة الآن، هو يقدم كرة جميلة لكن عنده مشاكل واضحة جدا محتاجة وقت طويل جدا عشان يعالجها. مشروع جديد اعتقد مع مدرب المريخ الأسبق جوميز، فممكن يتحسن المنتخب في الغادم. طيب، مباريات المجموعة الخامسة أيضا ساحل سيراليون، منتخب سيراليون تتعادل مع ساحل العاج، وشفنا الجون بتاع الأرضية السيئة هدف التعادل بالنسبة لسيراليون في آخر الدقائق. مفاجأة البطولة منتخب سيراليون حتى قبل الجون، يعني لو انتهت المباراة 2-1 أنا ما كان أعتقد أنه 2-1 نتيجة عاطلة في المباراة، وفقا للمستوى اللي قدم المنتخب السيراليوني في المباراة. منتخب سيراليوني قدم أداء كبير جدا، ولقطة الهدف يعني الحارس تصرف الحارس غريب جدا. أنا ما أعرف، حتى أعتقد أنه الدعاء للإصابة كان بسبب أنه يخفي الخيبة الكبيرة اللي تعرض لها بعد أنه الكرة فلتت جاوي رباط صليبي. طيب، جميل. أنا تدخله كان غريب جدا، جاوي رباط صليبي من نفس اللعبة دي. نعم، يعني يصيب إصابة حقيقية. طيب، جميل. أنا عندي يمكن كنت أقدر أتكلم عن كرة مباراة الكاميرون والرأس الأخضر وأثيوبيا وبوركينا فاسو، لكن الزمن عندي انتهى. كابتن مدسر حقيقة الحلقة ممتعة حتى الزمن مرة سريعا، وحقيقة أنا سعيد جدا إنه اليوم يعني أنت وكابتن عاطف معي في الحلقة. نعم، بكل تأكيد، وأنا أكثر سعادة في تواجدي معكم في الحلقة، وبصورة أكثر خصوصية تواجدي مع كابتن عاطف من فترة طويلة جدا بسأل منه. فالحمد لله أخيرا قدرنا نتلاقى في حلقة واحدة، إن شاء الله نكون قدمنا الفائدة للسادة المشاهدين. تحياتي لك وتحياتي للفريق العام إن شاء الله. كابتن عاطف، حلقة جميلة والله، وزمننا حتى محاورنا ما قدرنا نغطيها في الخطاب، لكن كالعادة كابتن عاطف متألق دائما في كل الحلقات. أيوة، جميلة بوجودك أنت وجود كابتن مدسر برضو في الحلقة. أتمنى نكون قدمنا إفادة ومعلومة للشاسية إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، أتمنى أن نكون قدمنا حلقة ممتعة بمعية ضيوفي كابتن مدسر وكابتن عاطف.
إلى أن نلتقي وقبل أن نختم تقبل تحيات الفريق العامل في هذا البرنامج ناصر لانكا في التصوير، محمد حسن في هندسة البث في هندسة الصوت، محمد فؤاد وأحمد أحمد الرئيس في هندسة البث، محمد عصام في الجرافيك، عز الدين سعدابي في المونتاج، أحمد سالم في قراءة التقرير، محمد طه في التحرير، ومخرجنا الجميل هشام يوسف. تحياتي طارق عثمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.